طيب هنتكلم النهارده عن الاريتميا. الشاشه كده واضحه قصادكم والصوت واضح؟ كله تمام يا دكتور. تمام يا اوكي بصوا، هو احنا ليه الاول بنعالج مريض الاريتميا؟ الاريتميا دي بنعالجها، الاريتميا نوعين، يا اما مشكله تاكي اريتميا يا برادي اريتميا، وهنعرف تفاصيلها كمان دقيقه. احنا ليه بنعالج مريض الاريتميا تاكي اريتميا ده؟ بنخاف من ايه؟ ايه المشكله بتاعته؟ ان هو يقلب بفنتريكولار فايبريليشن. يعني دي حاجة من الحاجات. لا بس ممكن العيان يكون عنده ساينس تاكيكارديا وتعتبر اريزميا، وده برضو بنعالجه. بنعالج تعمل ده ليه سيريشن بقى؟ للبلود مثلا ولا حاجة؟ ايه يا ولاد؟ ممكن عشان تعمل مثلا ثرومبوليزم. ممكن في انواع من الاريزميا بتعمل ثرومبوليزم زي الاتريال فيبريليشن، عشان بنتين دكتور الكارديك اوتبوت. عشان حاجه مهمه جدا، التاكي اريزميا بتعمل حاجه اسمها تاكيكارديا انديوس كارديوميوباسي. لو انا سبت العيان اريزميا فور ا لونج تايم هيخش في تاكيكارديا انديوس كارديوميوباسي. فعشان كده الاريزميا الهارت ريت لما بيعدي عن فوق ال 100 لازم يتعالج، ايا كان بقى سبب الاريزميا دي ايه. ده احد اسباب الجولز بتاعه التريتمنت اوف اريزميا، عشان العيان ما يخشش او تو افويد تاكيكارديا انديوس كارديوميوباسي. طب عيان البرادي اريزميا بعالجه ليه؟ الهارت ريت بتاعه تحت ال 50 و40 وكده، عشان في هايبو برفيوجن كده، علشان بيجي له لو كاردياك اوتبوت سيمتومز. ما الكاردياك اوتبوت بيساوي ايه؟ الهارت ريت في الاستروك فوليوم. فلو الهارت ريت قل يبقى الكاردياك اوتبوت هيقل. سامعني كده يا ولاد؟ تمام يا دكتور. اوكي طيب نشوف بقى الحاجة التانية المهمة جدا. ايه هو ساينس ريزم النورمال؟ يعني ايه كلمة ساينس ريزم؟ ساينس ريزم يعني الريزم اللي طالع من الاس اي نود. انتوا بتسجلوا ولا لا؟ يا دكتور بسجل. طيب ساينس ريزم يعني الريزم اللي طالع من الاس اي نود. اوكي علامات الساينس ريزم يعني الاس اي نود هي البيس ميكر. ايه ليه على ليه علامتين او ثلاثة مهمين جدا. الريب بتاعه بيبقى من 60 ل 100، ده النورمال. اوكي معايا يا شباب؟ دقيقه واحده. دي هو الصوت واحد؟ لا هو الدكتور قال تاسي. العلامة الثانية أول حاجة الهارت ريت من 60 ل 100، ثاني حاجة إن الإس إي نود هي البيس ميكر، يعني في بي ويف بريسيدز اتش كيو آر إس كومبلكس، يعني كل كيو آر إس كومبلكس قبله بي ويف. والريزم بتاع الإي سي جي يكون ريجولر. يبقى أنا لما أقول في ساينس ريزم معناه إيه؟ عندي ريزم ريجولر وكل كومبلكس قبله بي ويف، والهارت ريت من 60 ل 100، ده النورمال. ده النورمال، كلمة نورمال يعني الريت من 60 ل 100، كلمة ساينس يعني في بي ويف ويكون ريجولار ار ار انترفال. فهمتوا كده؟ حد عنده أي أسئلة في السلايد؟ لا تمام يا دكتور. دكتور حضرتك قلت الأريزمي عشان التكيكارديا انديوس كارديوميوباثي، ده هي عبارة عن إيه بالظبط؟ تكيكارديا انديوس كارديوميوباثي إيه عبارة عن إيه؟ لو الهارت ريت بتاعك لو انت عندك استك وعمال تشد فيه كذا مره كذا مره كذا مره هيضعف. تمام فهمني. المحاضره دي كانت ايديال سبيكنج انها تبقى فيزيكال، انها كلها سي جيز. اوكي فاحنا هنمشي فيها ونشوف احنا هنعمل ايه بعد كده. طيب اللي بعد كده ايه اللي عندي؟ الاريزميا يعني ايه؟ means abnormality in either الهارت ريت اللي هو لو اكتر من 60 يبقى اسمه تاكي اريزميا، وده بيبقى الار ار انترفال ليس ذان 3 لارج سكويرز، يعني الفرق ما بين الكومبلكس والكومبلكس الثاني اقل من 3 مربعات كبار. الثلاث مربعات كبار فرق يعني الهارت ريت 100. طب لو هو اقل من 3 مربعات يبقى الهارت ريت اكتر من 100. معايا كده يا ولاد؟ مع حضرتك يا دكتور. لو الهارت ريت اقل من 60 بيت بير مينت يعني الار ار انترفال اكتر من 5 لارج سكويرز، ده معناه ان احنا في برادي اريزميا. اوكي طب الريزم بتاع الاس اي نود از
is not the best maker, so the ECG may be irregular without B wave. يعني أنا عندي الأرزمية معناها اختلال خلل في الهارت ريت أو في الرزم. الرزم يعني إيه؟ الرزم يعني الاس إن ما بقتش هي البيس ميكر. ممكن يبقى الريجولر وممكن يبقى ريجولر بس ما فيهوش بي ويف، وممكن يبقى الريجولر وما فيهوش بي ويف زي الاي اف. اوكي، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. طب في نقطة تانية مهمة جدا جدا جدا، في فرق هو ده لو هارت ريت اكتر من 100 انسان تاكي ارزمي حتى لو ريجولر، تبقى تاكي ارزمي حتى لو ريجولر، حتى لو ساينس. يعني الساينس تاكي كارديا يا جماعه تعتبر اريزميا، مش عشان هي طالعه من الاس اي نود، بس هي اختلفت في ان عدت الريزم النورمال اللي هو من 60 ل 100. يبقى الاريزميا يا اما خلل في الريزم يا اما خلل من الاورجن، خلل في الريت او في الريزم. يعني الاريزميا خلل في الريت او في الريزم. يعني لو انا عندي تاكي كارديا هي تاكي اريزميا تبقى اريزميا حتى لو ساينس. دكتور يعني الساينس تاكي كاردي هي التاكي اريزمي؟ ايه؟ الساينس تاكي كاردي هي التاكي اريزمي؟ هي تاكي اريزمي، ده احد انواع التاكي اريزمي اللي هي الساينس تاكي كاردي. احنا هنشوف الكلام ده بالتفصيل قدام. تمام يا دكتور. ماشي؟ طيب كلمة نارو كومبلكس ووايد كومبلكس يعني ايه؟ يعني ايه نارو كومبلكس؟ هو الاي سي جي عشان يبقى نارو كومبلكس ده معناه ايه؟ هو الاس جي عشان يبقى نارو كومبلكس يا اولاد لازم الاس اي نود. هو الكهرباء بتمشي منين؟ قول لي يا محمد مقرر الدفعه، قول لي الكهرباء بتمشي من الاس اي نود توصل للفنتريكلز ازاي؟ قول لي الطريق. هو المفروض يا دكتور بتمشي من الاس اي نود تدي بندل للرايت ايه للرايت اتريوم. لا، بتخش من الاس اي نود للاي في نود للهند للهيس بندل، والهيس بندل تدي رايت بندل وليفت بندل. تمام. وبعد كده تروح للبركنجي فايبرز. لو الامبلس مشيت من الاس اي نود للاي في نود وعدت على الهيز باندل، يعني من الاي في نود للهيز باندل، اوكي، ومشيت في الرايت والليفت باندل ات ذا سيم تايم، بيبقى الكي ار اس كومبلكس ده بيبقى نارو. كلمه نارو يعني ما يعديش 3 سمول سكويرز اللي هو اقل من 120 ملي سكند. اوكي، يعني كلمه نارو كومبلكس معناها ان الامبلس دي مشيت في الرايت باندل والليفت باندل مع بعض ات ذا سيم تايم، فكيو ار اس كومبلكس بقى نارو لان الاثنين حصل لهم دي بولاريزيشن ات ذا سيم تايم. نارو يعني اقل من 120 ملي سكند، يعني less than 3 سمول سكويرز. اوكي، يبقى ده معناه ان الامبلس دي arises from the atrium. طب لو كلمه وايت كومبلكس، وايت كومبلكس دي يعني ايه؟ يعني QRS أكتر من 120 ملي سكند، which means that the electric impulse crosses in one of the bundles before the other. يعني في واحدة عطلانة والتانية شغالة كويس، فعشان يحصل depolarization للاتنين QRS complex هو محصلة depolarization بتاع الاتنين مع بعض. فلو واحدة متأخرة هيبقى QRS complex ده wide. طب وده معناه ان impulse في الغالب arises from the ventricle. تعال نشوف هنا، انت شايف هنا ايه؟ انت شايف عند كيرسر ايه ده؟ دي اسمها الاي في نود، الاس اي نود والاي في نود. لو انا عندي باندل برانش بلوك، يعني الليفت باندل ده مثلا متاخره، الامبلس هتنزل الكيو ار اس، الكيو ار اس كومبلكس هو محصله الرايت والليفت، الرايت والليفت باندل دي بولاريزيشن مع بعض. طب لو في واحده فيها ديلي يبقى كيو ار اس كومبلكس هيبقى واسع ولا لا؟ هيبقى واسع يا دكتور. طيب تعالى نشوف الاي سي جي ده واحد بيجي يشتكي لك في العياده عنده دروب بيت. يعني ايه دروب بيت؟ يعني هو عنده يعني بيقول لك انا في ضربه ساقطه، فانا ببص على الاي سي جي لقيته ايه؟ لقيته اهو نارو كومبلكس، وبعدين ريجولار ريجولار ريجولار، وبعدين في واحده جت قبل ميعادها وجي وراها كومبنساتوري بوز. فالعيان عشان بيحس بكومبنساتوري بوز ده فبيوصفها ان انا عندي ضربه ساقطه. المفروض ان الضربه دي تيجي معادها هنا، مش المفروض دي المفروض تيجي هنا، صح؟ هي جت قبل معادها فجي وراها بوز، فدي بنسميها بريماتيور كومبلكس، بريماتيور كونتراكشن، صح؟ طيب بريماتيور كونتراكشن دي طالعه من الاتريوم ولا من الفنتركل؟ من الاتريوم. من الايه؟ من الاتريوم. ليه من الاتريوم؟ عشان نارو كومبلكس. بالظبط كده، عشان نارو كومبلكس. طالما هي نارو كومبلكس يبقى هي جايه منين؟ نرجع كده، طالما هي نارو كومبلكس يبقى هي جايه من الاتريوم، عدت على الهيز بركنجي وحصل دي بولاريزيشن للليفت والرايت باندل مع بعض، فعشان كده هي نارو كومبلكس.
طيب في حاجه مهمه جدا في الاس جي ده، لو حسبت الـ 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 المسافه ما بين هنا لهنا واحد من واحد لثلاثه هتلاقيها ايه هي المسافه ما بين هنا لهنا 100 يعني هو الاي سي جي لو انا عديت انا في واحد جه قبل ميعاده فجه وراها بوز، لو حسبت المسافه ما بين هنا لهنا هي هي المسافه ما بين هنا لهنا. بص عدي حتى 1 2 3 4 5 6 مربعات. طب عدي هنا 1 2 3 4 5 6 مربعات، فاهماني؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان البريماتيور كونتراكشن دي جت قبل ميعادها واللي وراها ده بوز. اوكي اوكي دكتور، وانا الريزم ريجولر صح؟ ايه ريجولر ريزم ده كده، ده ريجولر بس الريجولاريتي جت في بيت واحده، فعشان كده اسمها بريماتيور اتريال كونتراكشن، وعين بيحسب بعدها بدروب بيت. دقيقه واحده خليكم معايا، انا هعمل ميوت دقيقه واحده. معايا كده يا ولاد؟ الو مع حضرتك كده. نخش على بعض، نخش على بعض. تعال نشوف الضربه دي. ماشي يا جماعه، ماشي يا جميل، ماشي يا جميل. تعال نشوف الضربه دي. الضربه دي ايه دي؟ دي ديفورمد كي ار اس يا دكتور. بص يا ولاد، لما تلاقوا اي سي جي زي ده الريجولر بالمنظر ده وفي كومبلكسات بريماتيور كده، عايز تعرف هو ريجولر ولا ايريجولر، هتعمل ايه؟ تعد كل ثلاثه كومبلكسز المسافه ما بينهم وما بين بعض. يعني بص 1 2 3 عد، ادي مربع 2 3 4 5 6 7 ماشي. طب عد دول 1 2 3 4 5 6 7، يبقى ده اي سي جي اصلا ريجولر، بس الايريجولاريتي جايه من البريماتيور كومبلكسز دي، يبقى ده اسمه بريماتيور كومبلكس. طب ده اتريال ولا فنتريكولر؟ ده فنتريكولر يا دكتور. لا ده اتريال ولا فنتريكولر؟ ده اتريال. اتريال اهو، ده نارو كومبلكس اهو يا ولاد. طب الفنتريكولر عشان اللي بيتلخبط، بص الفنتريكولر عامله ازاي؟ واسعه ازاي؟ اكتر من ثلاث مربعات، ادي مربع 2 3 4 صغيرين. هي دي اللي بنسميها بريماتير فنتريكولر كونتراكشن. وصلت كده يا جماعه؟ دكتور معلش، ممكن الصوره اللي قبل دي؟ اتفضل. شايف الفرق في كومبلكس ويدز هنا؟ ده نارو كومبلكس، ده وايد كومبلكس، ده نارو اهو، ده وايد كومبلكس. في حد عنده اي اعتراض؟ دكتور هو يعني اوكي اوكي يا ولاد. دكتور السؤال دي يعني في حاجات كتير قوي مش عارفينها يعني. طب ايه هي الاتيولوجي؟ علي صوتكم يا جماعه، علي صوتكم. قول لي حد عنده اسئله؟ بقول لحضرتك ممكن افاجئها ان البي ويف موجوده ولا لا، يعني لو فينت لو المصدر من الفينتك ممكن البي ويف ما تكونش موجوده ولا لا؟ هو في الغالب البي ويف ما بتكونش موجوده طبعا، لان المصدر من الفينتركل هي مش موجوده. هي هو حصل ديورنج الفينتريكولار كونتراكشن، حصل اتريال كونتراكشن، حصل حاجه اسمها اتريو فينتريكولار ديسوسيشن. فالاتريال كونتراكشن البي ويف بتبقى ماسكت تحت كيو ار اس كومبلكس، فما بتبانش في الاي سي جي. طيب صح فهمت كده؟ ممكن نفرق بيها دايما ولا هو تمام؟ الصوت مش واضح. تمام. دكتور معلش، هو ليه كل البيكس اللي تحت الا البي في سي دي اللي فوق؟ ما هو دي يا ولاد دي تعتمد طالعه من رايت فنتريكل ولا ليفت فنتريكل. اللي عليك ان انت تبقى عارف المورفولوجي الوايت كومبلكس دي بريماتير فنتريكلر كونتراكشن. انا من ليد اي في ار لما اشوف دي كده اعرف ان ده من الليفت فنتريكل، بس انا اعرفه ليه؟ لان انا بتاع كارديولوجي، انت لسه جي بي، فانت هتطلع جي بي. لما جينا كارديولوجي نفهمك ليه لما تشوفه في الاي في ار بالمنظر ده تبقى هي من الليفت، فاهمني؟ دكتور هو الويث بتاع الكي ار اس النورمال يعني كام سكوير عشان اقول دي نارو ولا وايد؟ النورمال لحد 3 سمول سكويرز، لو عدى لو فوق ال 3 سمول سكويرز يبقى ده وايد. عشان كده شايف دي اللي قبلها
لو انت حسبت بالظبط كام سكوير اهو ادي سكوير 2 من اول الكيو لحد الاس ادي 1 سكوير 2 سكويرز او 2 ونص ما كملش 3 عايز تعد على دي اللي هي شغلاك ادي 1 سكوير 2 سكوير ما كملش التالت حتى فهمت ما. انما دي بص ادي 1 2 3 ونص من هنا لهنا احنا بنعد من هنا من اول الاس تي سيجمنت هنا من اول الكيو ار اس لحد الاس تي سيجمنت ادي 1 2 3 4 سكويرز اوكي ومنظرها وايد. طب ايه هي الايتيولوجي بريماتيور؟ لا اما يكون العيان ده عنده ستراكشرال هارت ديزيز زي اسكيميك هارت او كارديوميوبسي او الكترولايت ابنورماليتيز او 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 واحد عنده انكزايتي وكافيين ما بيجي لي العيان عنده بريماتيورز كتيره كتيره. يعني ايه كتيره؟ يعني انا عملت له هولتر ولقيت نسبتها في الهولتر يعني الراجل ده مثلا عنده في اليوم 2000 كومبلكس 2000 ضربه ال 2000 ضربه دول منهم مثلا 200 ضربه هنعتبر مثلا هو عنده 2000 هو طبعا اكتر من كده بكتير بس هنعتبر الرقم 2000 طلع منهم 200 ضربه بريماتيور يعني 10% 10% دي تخوفني بقى لان دي ممكن تدخل العيان في كارديوميوباسي وبالتالي ببتدي مع ميديكال تريتمنت ولو ما اتحلتش وفضلت نفس النسبه الابنورمال بريماتير كومبلكس اكتر من 10% من النورمال كومبلكسز يبقى بعمل لها حاجه اسمها ابليشن يعني بوديه يعمل لها كيب الكهرباء عندنا الكتروفيسيولوجي. طب اسبابها ايه تاني؟ ستراكشرال هارت ديزيز سواء كان اسكيميك هارت او كارديوميوباسي او الكترولايت ابنورماليتي او العيان عنده انكزايتي بيشرب كافيين. الناس اللي بتشرب كافيين كتير وبيبسي بيجي لهم بريماتيور اتريال وفنتريكولار كونتراكشنز. اوكي طب احنا هنعالجها ازاي؟ ندي بيتا بلوكرز او كالسيوم شانل بلوكرز حاجه تهدي الريت بتاعها، نعالج الالكترولايتس ندي ريبليسمنت، ونعمل ابليشن لو اكتر من 10% من التوتال نورمال بيتس بير داي. اوكي دكتور معلش عندي هو البريماتور فنتريكولار كونتراكشن هي الاكسترا سيستول؟ هي الاكسترا سيستول اه بس كلمه اكسترا سيستول انا بقى دي كلمه عامه لما انت عايز تحددها بقى عايز تقول لا ده بريماتيور دي اتريال كونتراكشن دي بريماتيور اتريال كونتراكشن اكسترا سيستول طالعه من الاتريم يعني او بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن اكسترا سيستول طالعه من الفنتريك. حلو يعني انا دلوقتي لو لقيت نارو كومبلكس اقول اتريا يعني بريماتيور الاتريا لو لقيت الوايد الكومبلكس اقول انها فنتريكولار بالظبط كده بس هما كلهم على بعض بيبقوا ريجولار ريزم مش كده؟ بتبقى العيان بيجي يشتكي من دروب دي بيت يعني ما انت فاهم يعني ايه بقى دروب دي بيت هنا؟ انا فاهم انها دروب بيت بس انا قصدي لو شفتها كده من بعيد هقول انها ريجولار ريزم مش كده؟ اه هتقول انها ريجولار بس انت بقى هتبقى واعي ما انا لما بلاقي الريجولار بروح حدد ايه 3 ب 3 3 و 3 عد المسافه من دي 1 2 3 عد دول كده هتلاقيهم كام؟ 6 مربعات كبار. طب عد الثلاثه التانيين دول 6 مربعات كبار يبقى ده هو ريجولار بس في ماينور ريجولاريتي هنا عشان البي اي سي يعني ده ما اقدرش اقول عليه اترا فيبريليشن. ايوه صح ايوه بس دكتور هو قال لي مثلا علق ده ريجولار ولا الريجولار هقول ايه؟ هتقول انت مش هتقول نورم هتقول بيشنت. انا مش هطلب منك كده في الامتحان يا ابني انت مش في سنه اولى. انا هطلب منك ان ده ايه دايجنوزس هتقول لي بريماتور اتريال كونتراكشن هو نورمال اي سي جي ويز ماينور ايريجولاريتي ان فورم اوف بريماتور اتريال كونتراكشن. تمام انا بس بقول لك دكتور هو هنا ليك الصوره الثانيه شكل الكومبلكس مختلف بتاع في الصوره الثانيه بتاعه يعني البريماتور اي سي جي. المهم ان انت عارف انها بي في سي شكل الكومبلكس مختلف ده ديبند ان هي طالعه من لا مش قصدي على البي في سي قصدي على البريماتور اتريال الصوره اللي قبل دي يا دكتور. ايوه لانها طالعه من فوكس مش من الاس اي نود ده شكل الكومبلكس اللي طالع من الاس اي نود ومعدي على كيو ار اس ده طالع من فوكس ثانيه. ايه ده يا دكتور مش المفروض بريماتور اتريال كلها طالعه من الاس اي نود بس طالعه بدري شويه؟ ازاي يعني ازاي اتريال كونتراكشن تطلع من الاس اي نود؟ كلمه بريماتور اتريال كونتراكشن يعني طالعه من الاتريم من اي فوكس من اكتوبيك فوكس اه غير الاس اي نود يعني اه طبعا عشان كده المورفولوجي مختلف. تمام تعال نشوف البرزنتيشن الريزم. الاكسترا سيستول دي بتتقال على البنتريكلر بس مش الاتيال. الايه؟ الاكسترا سيستول دي بتتقال على البنتريكلر بس مش الاتيال.
لا بتتقال على الاثنين انت مش مركز، قلنا الكلام ده قبل كده. بتتقال على الاثنين اكسترا سيستول يعني اتريال وفنتريكولر، وعلى حسب هي نارو كومبلكس ولا وقتكم. محدش بيسالني بقى في الحاجات دي تاني، خلاص احنا خلصنا النقطه دي. خلينا نخش احنا بقى لنا 20 دقيقه بنشرح في الاكسترا سيستولز يعني which is too much. طيب نتكلم بقى على البرزنتيشن اوف اريزميا بقى، الكلام الجد ده هيبتدي من هنا. اوكي العيان اللي عنده اريزمي ده هيشتكي من ايه؟ يا اما هيشتكي من بالبيتيشنز، هيقول لك انا حاسس بضربات قلبي سواء كانت ريجولر او ايرريجولر، او هيشتكي من دروب دي بيتس زي اللي عندهم بي اي سيز وبي في سيز، او هيجي له سينكوب. العيان اللي عنده سينكوب ده العيان اللي بيجي له يا اما تاكي اريزمي اللي هي الفي تاك او في اف، ده بيبقى سينكوب. لا اما العيان اللي عنده هاي جريد اي في بلوك، وهنشوف يعني ايه هاي جريد اي في بلوك في اخر المحاضره، ممكن يجي لك بتيكو باسيتد هارت فيلير، عيان ايجكشن فراكشن بتاعه 30% ودخل في رابيد اي اف، ايه اللي هيحصل له؟ هيجيله لو كاردييك اوتبوت بقى، هيجيله دي كومبنسيتد هارت فيلير. مش خدته بحضره الهارت فيلير؟ ايه اسباب الدي كومبنسيشن اللي تعرفوها؟ الاريزم عشان الاريزميا والاسكيميا والسولت انتيك وان هو ما يبطل ياخد الدواء، صح؟ او الشست انفكشن. يعني ايه اسباب الديكومبنسيشن في الهارت فيلير؟ عيان بطل ياخد الدواء او بياكل ملح كتير او جاله شست انفكشن او جاله اريزميا او جاله نيو اسكيميا. فالعيان لو دخل ايجكشن فراكشن 30% ودخل في رابيد اي اف هيخش في ديكومبنسيتد هارت فيلير. العيان الكارديومايوبسي واي اف ده اللي انا كاتبه، سي ام دي يعني كارديومايوبسي، واي اف كارديومايوبسي وسوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، هنقولها دلوقتي يعني ايه كارديومايوبسي وفي تاك. عيان عنده تايت ميتر استينوسس ودخل في رابيد اي اف، كل دول هيخشوا في بالمونري اديما، هيخشوا في ديكومبنسيتد هارت فيلير. فاهمين ليه؟ فاهمين ليه ولا لا؟ يعني دكتور هنا في التاك هيخش في ديكومبنسيتد عشان مش لاحق يعمل فيلنج يعني؟ بالظبط كده، مش لاحق يعمل فيلنج. وبعدين كمان لا مش لاحق بس يعمل فيلنج، ده مش لاحق يعمل فيلنج. والمشكله الثانيه ان هو عنده ايه؟ الرابيد هارت ريت ده هيخليه مش قادر يعمل فيلنج. ولو عيان اتريال فيبريليشن ما عندوش اتريال كيك عشان يملى ال في، مش ال في بيملى 80% بالجرافيتي و20% بالاتريال سيستول، صح؟ صح ده. يعني اتريال كونتراكشن، اتريال فيبريليشن يعني مفيش كونتراكشن في الاتريوم، ففي 20% من ال في فيلنج فقدتهم، فاللوك كارديك اوتبوت سيمبتومز هتزيد اكتر، والباكورد فيلير على البلمونري سيركوليشن هيزيد، فهيخش في دي كومبنسيتد هارت فيلير. سهل كده؟ تمام يا دكتور. طيب العيان ممكن يجيله شست بين بتاع التاكي اريزمي لو عنده اندرلاينج اسكيميك هارت ديزيز. يعني تخيل عيان عنده مثلا كرونري ارتري ديزيز والهارت ريت بتاعه زاد بقى 120، هيجيله شست بين ولا لا؟ انتوا مش فاهمين. طب قول له ان انتوا مش فاهمين عشان اشرح. ممكن تاني يا دكتور علشان ما سمعتش معلش. دلوقتي لو عيان عنده اسكيميك هارت ديزيز، عنده كرونري من الكرونريز الثلاثه بتوعه في ضيق شديد، حلو، وبعدين العيان ده دخل في اتريال فيبريليشن الهارت ريت بتاعه بقى 130، ده هيمثل اجهاد على القلب ولا لا؟ ده مش هيزود الاكسجين ديماند في المايوكارديوم ولا لا؟ الهارت ريت 130 بيزود الاكسجين ديماند في المايوكارديوم ولا لا؟ اكيد يزودها ولا لا يا اولاد؟ البالانس يعني ديماند ومفيش سبلاي، فبالتالي هيعمل سيستم. برافو عليك يا دكتوره، برافو عليك يا دكتوره. اخر حاجه برزنتيشن ممكن يجي بامبوليك مانيفيستاشن زي الاي اف والفلاتر. ان يعني ليه الاي اف بيجي له امبوليك مانيفيستاشن هنشرحها في الاي اف. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن اعملها للاريزميا؟ دلوقتي انتوا خدتوا بالكم من البرزنتيشن، حد عنده سؤال قبل ما اغير السلايد؟ اه يا دكتور، دي للتاكي بس ولا التاكي والبرادي كمان؟ دي التاكي والبرادي يا اولاد، دي التاكي والبرادي. ما ممكن يجيله سينكوب نتيجه هاي جريد اي في بلوك، دي التاكي والبرادي. انت لو الهارت ريت بتاعك وصل ل 30 هتحس بكل ضربه، لان الهارت ريت ال 30 ده معناه ان ال في فيلنج بتاعك بقى عنيف، بقى الفيلنج كبير، وقت الدايستول بقى كبير، فهتحس بكل بيت بتضرب لان الضربه هتبقى قويه. في نفس الوقت
لو العيان عنده تاكي أريزميا، لو العيان عنده تاكي أريزميا هتحس برضو بالبالبيتيشن دي. تمام. طب دكتور معلش، هو ازاي البرادي هتعمل تشيست بين؟ مش المفروض البرادي دي بتريح اللود على الهارت؟ هتعمل اسكيميا جاج الهارت. دكتور هو صوت حضرتك قطع. والدكتور قال ان التاكي الفنتريكولار تاكي كارديا هتعمل تشيست بين، والبرادي كمان هتعمل تشيست بين الاثنين. لا دكتور ما قالش كده، هو اصلا قال دي برزنتيشن ممكن تحصل، مش شرط كلهم يحصلوا يا جماعه. هو البرادي هيقلل الكارديك اوتبوت ويعمل اسكيميا للهارت، ف تعمل تشيست بين انجينا يعني اظن. فكروا فيها ان اي حاجه ممكن تبوظ، تعمل امبالانس للسبلاي والديماند يا جماعه. ممكن حاجه تزود الديماند والسبلاي ما يكفيش، وممكن حاجه تقلل السبلاي والديماند زي ما هو، ففي الحالتين هيبقى في مشكله. بالظبط. كلام سليم يا جماعه. طب حد فاهم اللي قاله في الهارت فيلير؟ ما فهمش اي حاجه في الهارت فيلير خالص. بص يا شيماء، هو بيتكلم في الهارت فيلير، كان في محاضرة الهارت فيلير ان في اسباب كتير للهارت فيلير، تمام؟ بس هو ان جنرالي بيبقى كومبنسيتد. ايه اللي فجأة هيقلب ان هو يقلب دي كومبنسيتد؟ الاسباب اللي هو قالها بقى، لو مثلا كان عنده اصلا كارديو مايوباثي، تمام، مثلا الاجكشن فراكشن بتاعه وصل ل 30 ودخل في اي اف، فاهم الفكرة؟ فالاي اف دي زودت الديماند يا شيماء، ومفيش سبلاي يكفي الديماند، شغل القلب اللي عمال شغال في الاريزميا اللي فيه دي، سواء بقى تاكي او برادي ايا كان. بس في حاله التاكي يعني هيبقى فيه ديماند شديد قوي من العضله، بس مفيش سبلاي تكفيها، فهيخش في هيجي له في تشست بين، وهيبقى دي كومبنسيتد هارت فيلير لان مفيش دم واصل. فاهماني؟ تمام. طب يا جماعه، في الصوره اللي هي الثانيه بتاعت البريماتور اتر كونتراكشن اللي هي كان فيها اتنين ليدز دي، هو الدكتور ازاي عد ازاي الويفز الكي ار اس كومبلكس وقال انها رجل؟ قال لك عدهم كل ثلاثة يا سيف، كل ثلاثة. ما ده كان موجود بقى في الصوره الاولانيه. قصدي يقول لك هو ريجولر، بس في بريماتيور يعني ريجولر، بس هو كده كده ريجولر، فاهم؟ هو ريجولر لو انا يعني ريجولاريتي يا سيف، شايف الزياده دي هي ريجولر الريجولاريتي. ماشي، انا عارف انها ريجولر رجعت، بس انا حسيت ان تاتا ويفز يعني الدكتور عدى 7 بوكسات، بس انا هو مش عارف عدهم، كان بتاع فيه لاج فما عرفتش اشوف ال7 بوكسات دي. هو سيم والله، بس انا يعني دخلت تاني يا جميل، دخلني تاني الله يكرمك. اوبن شير، هو ده انتوا شايفين كده؟ باين يا دكتور. طيب يلا بقى عشان نخلص، عشان النور عندي قطع والنت فصل والدنيا مبهدله. طب ايه هي الانفستيجيشنز فور اريزميا؟ اعمل ايه العيان عنده بالبيتيشن او اريزميا؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها تفتكروا؟ اي سي جي مبدئيا. اي سي جي حاجه ايه؟ اي سي جي. اي سي جي. طب افرضي ما لقيتش حاجه في الاي سي جي، هو بيشتكي، اما اعمله 24 اور اي سي جي، اما اعمله ستريس اي سي جي. بالظبط كده، ممكن اعمل له حاجه هولتر اي سي جي تو 24 اب تو 7 تو 2 اورز، او اعمل له ستريس اي سي جي يعني رسم القلب بالمجهود عشان انديوس الاريزميا. اوكي. طيب في حاجه، لو ما طلعش في بعد 72 ساعه الاي سي جي، ل 72 ساعه ده ما طلعش فيه اريزميا، هعمل ايه؟ ممكن اركب حاجه. ايه اللوب ريكوردر ده؟ حد يعرف اللوب ريكوردر؟ تقريبا مش ده بيتركب بالقسطره يا دكتور، بيدخل جوه القلب بيقيس الكهرباء من جوه. اللوب ريكوردر ده بيتركب سبكوتينيوس، وبيبقى عامل زي الهولتر بس بيقعد لشهر. ممكن تمونيتور بيه الاريزميا والايفنت لمده شهر.
ده لو العيان بيجي له ليس فريكوينت اتاكس وانت شاكك ان هو عنده مالجنانت اريثميا، فهمني؟ يعني انت مثلا شاكك ان العيان ده بيجي له فينتريكولار تاكيكارديا وبتعمل له اي سي جي عادي ما طلعش ستريس اي سي جي ما طلعش، عملت هولتر 72 ساعه ما طلعش فيه، رحت مركب له لوب ريكوردر يقعد ايه شهر تمونيتور الاريثميا. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ حاجه اسمها الكتروفيسيولوجيكال ستادي، اي بي اس، الكتروفيسيولوجيكال ستادي اوف ذا هارت. الكتروفيسيولوجيكال ستادي دي معناها ان انا ايه، ان انا بعمل الكتريكال سيركت بالقسطره جوه القلب وابتدي اشوف الحته اللي فيها اريزميا طالعه منين، بعمل اندكشن للاريزميا من جوه القلب وابتدي اعمل لها ابليشن. اوكي، طب ايه الانفستيجيشنز فور ذا كوز؟ الايكو، ممكن يكون عيان عنده كارديوميوباثي وهو عامل له ايه ريفلكس تاكيكارديا، يكون عيان اسكيميك ومدخله في برادي اريزميا. اوكي، العيان ده ممكن نعمله كاردياك ام ار اي. ليه كاردياك ام ار اي؟ عيان بيجي له فينتريكولار تاكيكارديا مثلا والايكو نورمال وبعمل له كرونري انجيو لقيته نورمال، فانا شاكك انه ممكن يكون عنده مايوكارديال سكار نتيجه مثلا ترانزنت اسكيميا دخل فيها عملت له سكارينج في المايوكارديوم والسكار دي حصل عليها حاجه اسمها ري انتري اريزميا، فبعمل له كاردياك ام ار اي. ماشي، فاهمني كده؟ لا دكتور، دكتور هي السكار ما تبانش في الايكو؟ السكار مش لازم تبان في الايكو، في ساعات ماينور سكارز، سكار عشان تبان في الايكو لازم تكون فيري لارج سكار. دكتور ممكن تعيد الحته دي تاني معلش؟ الكارديا كامر اي، في ناس بيبقى عندهم ماينور سكارز في المايوكارديوم بيحصل عليها ايه ري انتري اريزميا حواليها. ده اللي هو اكسسوري باس واي يعني يا دكتور ولا ايه؟ لا مش اكسسوري بس. هو انتوا يا ابني ما تعلمتوش الكلام ده في الاندر جراديوت خالص؟ ما خدتوش المعلومات الفيري بيزك دي؟ في حاجه اسمها ري انتري اريزميا خدتوها في الاندر جراديوت باثولوجي؟ يعني انتوا ما سمعتوش؟ طب عشان اشرحها بس فروم ذا ديفو، بس عشان ابقى انا فاهم فانا اشرح من الصفر. المايوكارديال سكارينج ممكن يعني ايه كلمه ري انتري اريزميا؟ ري انتري يعني انا عملت الكتريكال سيركت اراوند حته ابنورمال، الحته الابنورمال دي في الغالب بتبقى سكار. يعني انا لو عندي فايبرس تيشو في وسط المايوكارديوم ممكن المايوكارديوم اللي حواليه ياكواير الاوتوماتيستي ويحصل ري انتري حوالين السكار دي فتطلع لي في تاك فينتريكولار تاكيكارديا. دي وان اوف ذا ميكانيزمز اوف اريزميا. طب الماينور سكار دي مش باينه في الايكو يا جماعه، طب اشوفها فين؟ في كاردياك ام ار اي. ولذلك لو انا شاكك ان العيان عنده ده في تاك اعمله كاردياك ام ار اي عشان اتاكد ان ما عندوش مايوكارديال سكارينج، ولو عنده مايوكارديال سكارينج ابقى انا عارف داخل اكوي في اي حته بالظبط. فهمتوا كده؟ تمام يا دكتور. طيب ايه تاني؟ السيرم الكترولايتس والسي بي سي والثايرويد فانكشنز. طيب لو العيان عنده انيميا تتوقع يجي له اي نوع من الاريزميا؟ ساينس تاكيكارديا، صح؟ طب عيان عنده سيروتوكسيكوزس ما يجيلوش ساينس تاكيكارديا؟ صح. طب السيرم الكترولايت ابنورماليتي مش دي اللي كانت بتعمل بي في سيز وبي اي سيز زي ما قلنا هنا؟ الكترولايت ابنورماليتيز بتعمل بريماتيورز، يبقى كل دي انفستيجيشنز لازم اعملها العيان عنده اريزم. اوكي، ايه هي تريتمنت اوف اريزميا؟ المحاضرة دي كانت لازم تتاخد فيزيك بس ادينا بنشوف. ماشي، تريتمنت اوف اريزميا حاجة من اتنين، يا اما امرجنسي تريتمنت، عيان جالي دلوقتي باريزميا عنده هيموداينامك انستابيليتي، دي اسمها امرجنسي تريتمنت. معايا يا اولاد؟ الناس صاحية؟ محمد في محمد. طيب يعني ايه كلمة امرجنسي تريتمنت؟ انا عايز افتح الميتنج كده اشوف اسماءكم مين معايا. مين ام اي ده؟ فرن عصام ماجد، خليك معايا ماجد كده ركز، عايز اسالك سؤال. فين الشيرنج؟ ارجع للشير ازاي يا اولاد؟ خلينا كده. طيب بص يا ماجد، يا دكتور مش ماجد، ميرنا عصام. ميرنا عصام. ميرنا عصام. ميرنا أيوة. لو انا يا ميرنا عندي عيان عنده تاكي اريزميا وهيموداينامكلي انستابل، هتعامل معاه ازاي؟ عيان عنده رابت اي اف وجاي لي بضغطه 70 40 في الاي ار،
هعمل معاه ايه؟ ظبطوا الضغط الاول. دي سي شوك. دي سي شوك طبعا. ايوه ممكن اكهربه يعني دي سي شوك يعني. اه بالظبط. هظبط له الضغط ازاي الاول يا جميل؟ اذا كان الاريزمي هي اللي مهبطه له الضغط. لما يجي عيان عنده تاكي اريزمي وضغط واقع، تعرف ان الاريزمي هي اللي عامله كده في الضغط. فلازم تدي له دي سي شوك. فيما عدا عيان واحد، عيان الساينس تاكي كارديا. Never to give DC shock to patient with sinus tachycardia. طبعا احنا هناخد السلايد الجايه ازاي نفرق بقى الاريزميا من بعض. يبقى العيان اللي عنده sinus tachycardia never to give him DC shock. طب عيان عنده SVT supraventricular tachycardia AF، عيان ventricular tachycardia وجاي لك بهيموداينامك انستابيليتي، لازم تدي له DC shock. طب لو عيان بقى جاي بقى بالعكس، عنده هو هيموداينامكلي انستابل عشان عنده bradycardia هاي جريد اف بلوك، عنده موبتس تايب 2 او كومبليت هارت بلوك، ده بيركب له حاجه اسمها تيمبوراري بيس ميكر، وهعرفكم يعني ايه تيمبوراري بيس ميكر في البرادي اريزم. طيب خلصنا من الامرجنسي تريتمنت والراجل بقى ستابلايزد. العيان اللي عنده ساينس تاكيكارديا، طب وجاي لك بضغطه 70 40 هتعمل له ايه؟ مرنا عصام دكتور. ايوه يا دكتور، مش ممكن مش ممكن يديله اي ميديكيشن يعدل له ال اسمه يعدل له التاكيكارديا اللي عنده؟ العيان اللي عنده ساينس تاكيكارديا ضغطه جاي شوك، لازم تديله فلويدز. علاج الساينس تاكيكارديا هو علاج السبب، لان دايما الساينس تاكيكارديا بتبقى رياكشن من القلب لاكسترنال كوز. عيان عنده سي او بي دي، عيان عنده انيميا، عنده سيروتوكسيكوزس، عنده هايبوفوليميا، فالقلب بيتفاعل مع ده، عنده جي اي تي ترابلز، القلب بيتفاعل مع الكوز ده بان هو يعمل ايه؟ تاكيكارديا. التاكيكارديا دي بتبقى ساينس تاكيكارديا. اوكي، فعلاج الساينس تاكيكارديا هو علاج السبب. فلو قلت لك عيان جاي لك بساينس تاكيكارديا هارت ريت 130 في الاستقبال وضغطه 70 40، هتقول لي اول حاجه هحطه واحط له فلويدز. عشان هو تاكيكارديا وبليف فوك، فا ادي فلويدز وسيرش فور ذا كوز. تمام. انما ما ينفعش ادي ساينس تاكيكارديا دي سي شوك، لان عمر ما الساينس تاكيكارديا تكون هي سبب في الايه، في الـ في الـ في الهيمودايناميك انستابيليتي. عمرها ما تعمل هيمودايناميك انستابيليتي. ده هي دايما بتبقى رياكشن ان العيان ده هيمودايناميكلي انستابل. يعني هو 70 40 ده عيان هيمودايناميكلي انستابل، والساينس تاكيكارديا دي رياكتيف تاكيكارديا عشان تظبط الانستابيليتي. فاهم؟ يعني كومبنساتوري كومبنساتوري. فتديله بقى فلويدز وتسيرش فور ذا كوز. طب اللونج تيرم بقى تعمل ايه؟ تريتمنت اوف ذا كوز اللي هو اسكيميك هارت ديزيز وثايرويد ديس فانكشن والكترولايت امبالانس، اديله اي في بلوكينج ايجنتس اور انتي اريزميك، اديله بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر، اديله بقى كوردارون الاميودارون اللي هي الانتي اريزميك. في العيان الاي اف والفلاتر بديله ايه؟ بديله انتي كواجوليشن. طب ليه بقى بدي انتي كواجوليشن في الاي اف او الفلاتر؟ عشان ما يحصلش ثرومبوليزم، عشان ما يحصلش ثرومبوليزم دي يا اولاد. نيورال ثرومبس عشان ما فيش كونتراكشن في الاتريا، بيحصل سكريشن. بتحصل فين بقى الثرومبس دي؟ الاتري سيريبرال او بريفيرال. لا الثرومبس بتحصل فين؟ في جوه القلب. بص يا اولاد، الاتريوم الليفت اتريوم فيه دلدوله، الدلدوله دي يعني حته ديبندنت بوكيت كده اسمها ليفت اتريال ابندج. لما الاتريال كونتراكشن في الاي اف او الفلاتر بتبقى لوست، فالدم بيتراكم بيستجنيت في الاتريال ابندج دي، فبيعمل بلاد كلوت، بيعمل ثرومبس. لما العيان ده يريجين الساينس ريزم بتاعه، بيحصل لها امبوليك مانيفيستيشن، وبتشاور وبتدخل العيان في ايه، في ستروك او في امبوليك مانيفيستيشن بقى افري وير. فعشان كده الاي اف ده لازم نديله انتي كواجوليشن. صح، يعني الانتي اريزمي ممكن يعمل يعني برضو حاجه اسمها بولان فالف تقريبا، بولان فالف كلوت. البولان فالف ده حاجه تانية. اي بروستاتيك فالف بياخد انتي كواجوليشن، ما تعكش الدنيا، خليك ماشي معايا. اوكي، الانترفينشن في الـ ممكن نعمله حاجه انترفينشن لو هو برادي اريزمي، نركب له بي بي ام يعني بيرمننت بيس ميكر فور هارت بلوك، او ان احنا نعمل ابليشن فور تاكي اريزميا. العيان عنده تاكي اريزميا نعمل له ابليشن. يبقى العلاج ايه؟ علاج السبب في الاول، وادي له اي بلوكينج ايجنت وانتي اريزميك لو هو تاكي اريزمي، ولو هو اي اف وفلاتر ممكن نحط انتي كواجوليشن، وممكن نعمل حاجات انترفينشن في الهارت بلوك، نعمل له بيس ميكر
وفي التاكي اريزميا نعمل له ابليشن. نخش بقى على ايه اهم سلايد في المحاضره، سلايد مكتوبه بالايد. التاكي اريزميا بنقسمها حاجتين، يا اما وايت كومبلكس، ودي بالنسبه لك انت لو لقيت وايت كومبلكس تاكيكارديا يبقى دي فينتريكولار تاكيكارديا. كلمه تاكي اريزميا يعني المسافه ما بين الكومبلكس والتاني اقل من كم مربع؟ ثلاثة. برافو عليكم. لو لقيت المسافة ما بين الأريزميا والتانية أقل من ثلاث مربعات والأريزميا والQRS كومبلكس وايد يبقى دي في تاك. مش ممكن يا دكتور تبقى كومبليت هارت بلوك عادي؟ تبقى كومبليت هارت بلوك تاكي أريزميا؟ لا تبقى برادي. خلاص يبقى نسألش، فكر قبل ما تسأل عشان ما تلخبطش أصحابك. أوكي؟ أحب السؤال الذكي. طيب لو هو بقى تاكي أريزميا ونارو كومبلكس يبقى حاجه من اتنين، يا اما يا اما تبقى ريجولر يا اما الريجولر. خلاص. طب لو لقيتها دارو كومبلكس وريجولر وفيها بي ويف تبقى ايه؟ يا بريماتور ساينستيكي ساينستيكي دارو كومبلكس وريجولر وفيها بي ويف ساينستيكي اهي يا اولاد اهي. ده ايه ده 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 تاكي كارديا ولا برادي كارديا؟ بالراحه ما بين كل كومبلكس والتاني كم مربع؟ 2 سكوير اقل من 3 مربعين تقريبا، اقل من 3. يبقى دي ايه؟ يبقى دي تاكي اريزميا صح؟ تاكي اريزميا. نارو كومبلكس ولا وايت كومبلكس؟ نارو. حلو. السؤال اللي بعده ريجولر ولا الريجولر؟ ريجولر. ريجولر. طيب ريجولر. طب فيها بي ويف ولا ما فيهاش؟ فيها بي وي. فيها. تبقى اسمها ايه؟ ساينس. ساينس تاكيكاردي. يبقى تاكي اريزميا نشوف نارو كومبلكس ريجولر وفيها بي ويف ساينس تاكيكاردي. شطورة كده. حلو. شاطر كده. فاهمين؟ ها؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. هتغرقوا اي سي جيهات في الامتحان. المحاضرة دي فيها 10 اي سي جيهات. ادي اول واحد فيهم اهو. تاكي اريزميا نارو كومبلكس ريجولر فيها بي ويف ساينس تاكيكارديا. هناخدها بالراحه بقى. الساينس تاكيكارديا دي الايتيولوجي بتاعها ايه؟ اولا ممكن يكون استراكشرال هارت ديزيز زي ماتر ستينوزس وماتر ريجيرجو اورتيك ريجيرجو دي كومبنسيتد هارت فيلير. اذرز وهم المور كومون يكون العين عنده انكزايتي هايبوفوليميا وعامله له ريفلكس تاكيكارديا كومبنساتوري انيميا هايبر ثايرويديزم. مش كل الكلام ده يعمل ساينس تاكيكارديا. جي اي تي ترابلز ريسبيراتوري ستريس واحده حامل واحد بياخد فلو دراجز فيها سودو افيدرين او بياخد ثايروكسين. الحاجات دي كلها هي اللي انا بدور عليها في الساينس تاكيكارديا. الخمس ست حاجات دولت لما بعالجهم الساينس تاكيكارديا بتخف. فاهمين يا اولاد؟ يعني طيب. انا لو كان لي عيان في العياد عنده ساينس تاكيكارديا الاي سي جي بتاعه ده كده هطلب له ايه؟ انفستيجيشن بالراحه. هطلب له ايه الاول؟ رقم واحد ايكو. صح. هطلب ايكو. تاني حاجه هقيس له الضغط اطمن انه ما عندوش هايبوتنشن. ما هو هايبوفوليميا. هعمل له سي بي سي وثايرويد فانكشن. هكشف على بطنه هتاكد ان الست مش حامل. هستبعد الدراج هيستوري بياخد ثايروكسين بياخد سودو افيدرين. صح كده ولا انا غلطان؟ صح يا دكتور. يبقى التريتمنت اوف ساينس تاكيكارديا هو تريتمنت اوف ايتيولوجي. يبقى لو جالك عيان في الاستقبال تاخده 70 40 والهارت ريت بتاعه 120 وساينس تاكيكارديا هتدي له ايه؟ تدي له فلويدز وسيرش فور ذا كوز. برافو عليكم. طيب الاي سي جي بقى اللي بعده ايه؟ لو جالك عيان نارو كومبلكس وريجولر وريجولر بس ما فيهوش بي ويف ده يحتمل احتمال من احتمالين، يا اما اس في تي يا اما فلاتر. لو الهارت ريت 150 يبقى هيبقى في الغالب فلاتر. طب لو هو الهارت ريت اي حاجه تانية يبقى اس في تي. يبقى اي عيان عنده تاكي اريزميا نارو كومبلكس ريجولر ما فيهاش بي ويف هو اس في تي. حلو. versus فلاتر. امتى بفكر في الفلاتر؟ لو الهارت ريت 150. طب ليه؟ لان الفلاتر بيبقى الاتريوم بيضرب بريت 300. حلو. طب لما الاقي الهارت ريت بتاع كيو ار اس كومبلكس ضارب على 150
والاتريوم بيضرب 300، يبقى ده اسمه فلاتر وستو تو وان بلوك، يعني كل ضربتين فلاتر بتديني كيو ار اس كومبلكس، فاهمني؟ طب اسمه فلاتر وستو تو وان بلوك، عشان كده الهارت ريت بيبقى 150، عشان كده لما الاقي اي سي جي نارو كومبلكس. لا تاني يا دكتور، معلش دكتور، هو ايه الفلاتر دي بس؟ معلش اصلا كحاجه يا دكتور، معلش الفلاتر دي زي الفايبريليشن. ما احنا احنا عارفين الفايبريليشن، بس ايه الفرق بينها بقى والفايبريليشن بقى؟ بقى هقول لك دلوقتي حالا، دلوقتي حالا هتعرفها. ماشي حلو. الفرق ما بينها في الفوكس بتاعه الاريزميا، بس الفوكس بتاعه الاي اف بتطلع من البوس فينتريكلز، ان من البوس اتريوم، سوري بوس اتريا، انما الفوكس بتاعه الفلاتر بتطلع من الرايت اتريوم، من الجانكشن بتاع الانثير فينا كافا مع الترايكاسبيد فالف. حلو، بس الاثنين ليهم نفس البرزنتيشن. احنا بنفرق ليه ما بين الفلاتر والفايبريليشن؟ عشان دكاتره القلب لما تخش تعمل ابليشن او كي للاريزميا بتكوي دي في حته ودي في حته، فهمتني؟ انما هما الاثنين بالنسبه لك انت كطالب سنه خمسة زي بعض. طب دكتور، هو هي ليه معاها ابسنت بي ويف؟ ايه هي بتبقى معاها ابسنت ولا مالتيبل بي ويف؟ نو بي ويف، نو بي ويف. لما الاقي دكتور مش كده، لو هي تمشي يا اولاد بس تروح عليا هتفهموا كل حاجه، انا لسه ما خلصتش. تعالوا نشوف الاي سي جي عشان انتوا متسرعين. بص الاي سي جي ده تاكي ارزمي ولا برادي ارزمي؟ تاكي. حلو تاكي يا دكتور. تاكي. تاني سؤال بنقول بنسال ايه، نارو كومبلكس ولا وايد كومبلكس؟ نارو. صح ده نارو. نارو ولا وايد؟ نارو. طيب تالت سؤال ايه، ريجولر ولا ايريجولر؟ ريجولر. كل مربع ريجولر. طيب رابع سؤال ايه، في بي ويف ولا لا؟ على فكره دي مش بي ويف، دي تي ويف. لا مفيش بي ويف. نو بي ويف. البي ويف في سنس تاكيكارديا كده اهي قبل الكومبلكس على طول، والشورت كده صغيره، انما دي دي مفيش بي ويف بالكبر ده، دي تي ويف. يبقى ايه؟ يبقى ده تاكي ارزميا. السؤال الثاني نارو كومبلكس، السؤال الثالث ريجولر، السؤال الرابع نو بي ويف. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اس في تي او فلا اس في تي. طب امتى اقول فلاتر؟ الهارت ريت هنا كام؟ بصوا بقى لو انتوا شفتوا بالظبط، الهارت ريت هنا اقل من مربعين، يعني اكتر من 150، ما ينفعش اقول عليه فلاتر، يبقى دي اس في تي وخلاص. دكتور فلاتر لازم 150 بالظبط يعني؟ الفلاتر لما تلاقي الهارت ريت 150 بالظبط بنشك في فلاتر. ليه؟ هو السؤال ليه؟ لان الفلاتر يعني الاتريوم بيضرب بريت 300. حلو؟ دايما التاكي اريزميا اللي فوق الاتريوم ما يضربش بنفس الريت بتاعها، بيضرب بنصها بتلتها. حلو؟ فلا ولا لقيت الهارت ريت بتاع 150، يبقى ده ممكن يكون فلاتر وستو تو وان بلوك، يعني كل ضربتين فلاتر بيضرب قصادهم الفنتريكل ضربه كيو ار اس. فلو لقيت كيو ار اس كومبلكس ريت بتاعهم 150، يبقى ده ممكن يكون فلاتر وستو تو وان بلوك. فهمتني ولا لا؟ اه تمام. طب دكتور هو والله انتوا فهمتوا يا جماعه، في حد مش فاهم؟ يعني هو 150 دكتور، هو كلمه تو وان بلوك دي 2 to 1 بلوك، يعني يعني كل ضرب، يعني مش الاي في نوت دي بتعمل ديلي يا جماعه؟ هو الاس اي نوت بتضرب بريت قد ايه؟ من 300 ل 600، عشان كده هي البيس ميكر وهي اللي عامله اوفر درايف سبريشن لاي فوكس ثانيه. معايا يا رجاله كده؟ اه دكتور. اه يا دكتور. طب الهارت ريت النورمال كام؟ قايلين من 60 ل 100. ماشي. معنى كده ان الاي في نود ما بتوصلش كل ضربات الاي سي نود للفنتريكل، لان هي لو وصلتها هيحصل فنتريكلر تاكيكارديا. تمام. فلازم تعمل ايه؟ ديلي، تعمل بلوك لبعض الضربات. طب دكتور، طب ما الفلتر ده ممكن يجي دكتور باي اي ريشيو، يعني مثلا 2 تو 1 3 تو 1. شاطر انت شاطر، بس هو موستلي بيجي ب 2 تو 1. يبقى لو لقيت الريت 150 والفلتر ريت 30 يبقى ده في الغالب ممكن يبقى فلاتر. هقول لك تفرقهم ازاي، هقول لك تفرقهم ازاي، بس امشي معايا واحده واحده. انت معايا في السوبرا دي الاول، انتوا فاهمين السوبرا دي؟ اه تمام. عيان نارو كومبلكس، عيان تاكيكارديا نارو كومبلكس ريجولر ما فيهوش بي ويف، يبقى ده ايه؟ باروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. على فكره هي دي الاستشهادات اللي بنجيبها في الامتحان. طيب تعالى نشوف ايه سبب الباروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا دي.
الاس اي نود اهو والاي في نود اهو والرايت بانت والليفت بانتل والرايت بانتل. حلو. العيان ده عنده اكسسوري بصويه اهو. اوكي. العيان ده ايه اللي بيحصل فيه؟ المفروض ان الفلو يطلع من الاس اي نود للاي في نود ينزل تحت على ايه؟ على البانتل برانشز دي. طيب العيان ده ايه اللي حصل؟ جاله بي في سيز او بي اي سي، لاما جاله بي اي سي بريماتيور اتريال كونتراكشن من فوق نزل في الباسوي ده، لاما بريماتيور فنتريكلر كونتراكشن من تحت طلع كده. ده دايما بيكوندكت ان بوث دايركشنز. فحصل حاجه اسمها ري انتري اللي هي اللفه دي، هي دي اللي عملت ايه؟ الباروكسيسمال سوبرا فنتريكلر تاكيكارديا. تعال نشوفها كده يعني ايه باروكسيسمال سوبرا فنتريكلر تاكيكارديا اهي. بص عيان ماشي ساينس ريزم عادي اهو خالص، جاله بي في سي، دخل في ايه؟ دخل في تاكي اريزميا نارو كومبلكس ما فيهاش بي ويف. تاكي اريزميا لان الهارت ريت اهو اقل من 3 مربعات، نارو كومبلكس وريجولر وما فيهاش بي ويف. دخل في ايه؟ باروكسيسمال سوبرا فنتريكلر تاكيكارديا نتيجه البريماتير فنتريكلر كونتراكشن. دي ايه؟ عملت من هنا كده عملت عملت كوندكشن في الاكسسوار باسوي. دايما الاكسسوار باسوي بيكوندكت اسرع من الايفي نود، وبالتالي تلاقي الهارت ريت ايه؟ جري كده بعد ما كان نورمال بقى سريع. معايا؟ طب ايه هو اشهر اكسسوار باسوي نعرفه؟ الباسوي اللي اسمه باندل اوف كنت، باندل اوف كنت اللي بتعمل وولف باركنسون وايت سندروم. يعني باسوي هنا كنت، باندل هنا اسمها كنت باندل، اكسسوار باسوي اسمه باندل اوف كنت. ده بيحصل فيه ري انتري. طب ايه مميزات الباندل اوف كنت اللي بيعمل لي وولف باركنسون وايت سندروم؟ وولف باركنسون وايت دول اسماء ثلاث علماء اللي اكتشفوها. بيبقى عنده ايه العيان ده؟ اولا الكوندكشن مش معدي على الاي في نود، معدي في الاكسسوري باسوي. طب الاي في نود كوندكشن بيمثله ايه في الاي سي جي؟ البي ار انترفال، صح؟ اه البي ار انترفال. طب انا لو البي ار انترفال الطبيعي من 3 ل 5 مربعات صغيرين، يبقى في الولف باركنسون وايت اللي عنده اكسسوري باسوي اطول ولا اقصر؟ اقصر. عشان الكوندكشن فيه اقصر. صح، يبقى اقصر، يبقى عنده شورت بي ار انترفال. حلو. طب الاكسسوري باسوي ده يا شباب مش ناحيه باندل برانش، ناحيه الليفت اهو باندل مثلا، ناحيه واحد من ففي باندل برانش هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديبولاريزيشن قبل الثانيه، صح؟ لان هو بيبقى على الاتجاه واحده، يا في اليمين يا في الشمال، هو هنا في الشمال. يبقى يحصل ايه؟ هيحصل ديبولاريزيشن وان اوف ذا باندل برانشز قبل الثانيه. فالكيو ار اس كومبلكس هيبقى وايد ولا نارو؟ وايد. هيبقى وايد، واحده هتبقى متاخره عن الثانيه اللي هي دي، فعنده ايه؟ وايد كيو ار اس كومبلكس. ثالث حاجه علامه الاكسسوار باسوي دي حاجه اسمها دلتا ويف سليرنج كده في الكومبلكس، هنشوفه اهو في الاي سي جي. بصوا الاي سي جي ده، بصوا البي ار انترفال شورت ازاي، الكومبلكس ويدز ايه؟ واسع وفي سليرنج في الكومبلكس. بصوا اللي بعدها اوضح، تعال نشوف دي شورت. شفتوا البي ار انترفال قد ايه؟ البي ار انترفال قد ايه يا رجاله؟ صغيره اهي، البي فيري سمول اهي يا رجاله اهي، تقريبا اهي فيري سلو بي ار انترفال. طب والكومبلكس ويدز وايد اكتر من 3 مربعات صغيرين وفي سليرنج في الكومبلكس. شايف الثانيه دي اهي سليرنج في الكومبلكس، اهي سليرنج اهو في الكومبلكس. دي اسمها وولف باركنسون وايت. يبقى اي اي سي جي هجيبه لك في الامتحان في شورت بي ار ووايت كومبلكس ده وولف باركنسون وايت. ماشي دكتور، ولا لازم موجوده مع بعض صح؟ اه لازم بتاعت الولف باركنسون وايت لازم يبقى الثلاثه مع بعض. دكتور معلش، موجوده في كل ال 12 ليد ولا موجوده في حاجات معينه؟ يعني هو بص، هو مكان الدلتا ويف دي، الدلتا ويف اللي هي سليرنج في كومبلكس دي بتحدد لي مكان الاكسسوري باسوي، فمش شرط تشوفها في كل ليدز. ممكن تشوف كل ليدز وممكن تشوفها في 3 او 4 ليدز بس. بس انت اللي انت اللي يهمني ان انت تبقى عارف ان العيان ده عنده تاكيكارديا او مش تاكيكارديا، العيان ده عنده شورت بي ار انترفال وعنده وايد كومبلكس ودلتا ويف. الاي سي جات في الامتحان يا ولاد يا اما هتبقى تاكي اريزمي الهارت ريت اعلى من 100، يعني كي ار اس كوم الار ار اقل من 3 مربعات، يا اما برادي اريزمي يعني الار ار اقل من 5 مربعات، يا اما عيان عنده
نورمال هارت ريت هيبقى في الغالب اسكيميا اس تي اليفيشن او اس تي ديبريشن او فلاتر او وولف باركنسون وايت، ملهاش ديفرنشال دايجنوستس تاني بالنسبه لك، يا تاكي اريزميا برادي اريزميا يا اما نورمال هارت ريت هتدور فيها على الاسكيميا اس تي اليفيشن اس تي ديبريشن او فلاتر وهوريه لك دلوقتي او وولف باركنسون وايت. الاسكيما بتحطوها في دماغكم ماشي يا اولاد. طب دكتور معلش دكتور حاجه ممكن تشرح لنا بس الري انت ده حوار الري انت ده يعني كده كحاجه بس عشان هو معتمد على حاجات كتير احنا ما خدناهاش قبل كده يعني كحاجه كده لوحدها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه انتري وري انتري اهو ري انتري يعني بقى سيركت يعني بتخش وتري انتر تاني من نفس الباسوي ده اسمه ري انتري. دكتور يعني دلوقتي لما حصل مثلا بريماتور اتريال او فنتريكل كونتراكشن هي دي اللي استيميليتد الري انتري دي؟ هي دي الاستيبيليت ما هي دي بدل ما تنزل في الاي في نود راحت نطه في الاكسسوري باسوي تمام او جايه من تحت في الاكسسوري باسوي فعملت ري انتري لان الاكسسوري باسوي ده بيكوندكت ان بوث دايركشن كده وكده كلوك وايز وانتي كلوك وايز تمام. فعشان كده دايما هقول لك علاج الاس في تي ان انت تدي ايفي بلوكر بيتا بلوكر او كالسيوم تشانل بلوكر. احنا دايما بنحب ندي كالسيوم تشانل بلوكر ليه؟ علشان ما نجيبش بي في سيز او بي اي سيز. مش احنا قلنا في علاج البي اي سيز والبي في سيز ده اهو بيتا بلوكر او كالسيوم تشانل بلوكر صح؟ اه تمام يا دكتور. طب انا العيان ده هايبرسيبيتيت الاتاك بايه؟ ببي في سي اهي. يبقى انا المفروض اديله ايه؟ يا اما كالسيوم تشانل يا اما بيتا بلوكر عشان ما يجيلوش بي في سي تعمل لي ري انتري اللي هي دي. تمام خلاص كده. طب تعالى نعالجه بقى الراجل ده امرجنسي تريت. دكتور هو ممكن نجيله بي في سي مره واحده بس وضغطه 120 وهارت ريت بتاعه 120 هتعمل ايه؟ 130 هتعمل ايه في الاس في تي؟ ايه يا ولاد تاكي اريزميا وهيموداينامك العيان ستيبل هتدي ايه؟ هتدي دي سي شوك. دي سي شوك شوك ايه؟ مين العيان الوحيد اللي عنده تاكي اريزميا اللي ما بديلوش دي سي شوك بديله فلويدز؟ برافو عليك ساينس تاكي كاردي برافو عليكم. طب لو ستيبل هتدي له ايه بقى؟ العيان الاس في تي ده لو جالك ستيبل هتدي له ايه؟ كالسيوم شانل بلوكر. ادي له بقى انترافينس كالسيوم شانل بلوكر او انترافينس ايه؟ بيتا بلوك. بس في تركه صغيره في السوبرا اللي يعرفها بيبقى شاطر. هو ده مش موجود في مصر اسمه الادينوزين. الادينوزين ده دراج اوف تشويس في الاس في تي. ليه بقى؟ ليه دراج اوف تشويس في الاس في تي الادينوزين؟ لان الادينوزين بيشتغل على الاكسسوري باسوي بيروح عامل له ايه بلوك فيخلي الاس اي نود ترجع ايه تدي الاي في نود على طول. فهمتوا يا اولاد؟ دكتور هو الدكتور ده بنستخدمه فيه بالظبط هو الايه الادينوزين ده حضرتك قلت بنستخدمه في ايه بالظبط؟ انترافينس في السوبرا فنتريكولار تاكيكاردي. اوكي لو العيان عنده جاي لك هارت ريت 130 وانت بتقول ان هو سوبرا ومتاكد ان هو سوبرا لان هو نارو كومبلكس وريجولار ما فيهوش بي ويف خلاص. دكتور هو المفروض البي في سيز اللي بتيجي عشان الراجل يخش في وولف باركنسون لازم تقعد فتره ولا هو ممكن من مره واحده يخش في من مره واحده؟ ممكن من مره واحده ان البي في سي كانت قريبه من الاكسسوري باسوي فراحت نازله فيه فعملت له ري انتري. طيب دكتور هو لازم يبقى فيه اكسسوري باسوي في السوبرا فنتريكولار تاكي كاردي ولا هو ممكن يبقى لازم يعني ده حاجه لازم 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 لازم, لازم, لازم. سوبرا فنتريكولار تاكي كاردي يعني في اكسسوري باسوي. دكتور هو الولف باركنسون دي يعني بتدخلني في ايه؟ سوبرا فنتريكولار ولا بتدخلني في ايه؟ بتدخلك في سوبرا فنتريكولار. اوكي تمام. طب دكتور زحك قلت لنا من شويه ان دي نورمال هارت ريت. ايوه لان بص يا اولاد العيان بيجي بالريت ده حلو انت اديته ادينوزين او دي سي شوك او ايفي بلوكر فبعد ما بتديه بيرجع بقى ايه بيرجع الاي سي جي بتاعه التاكيكارديا بتقف صح بيرجع يبقى شكله عامل كده مظبوط. اه ده الاي سي جي اتريست بتاعه اللي انت لو عملت له حتى ان بتوين اتاك هتلاقيه كده.
فبتبقى عارف ان العيان ده الاتاك اللي جات له حتى لو انت ما شفتهاش هي الاس في تي دي. فهمت؟ لا دكتور معلش تاني يا دكتور معلش. المحاضره دي كانت عايزه تبقى فيزيكال لان هيبقى فيها ضرب وشتيمه. ماشي. دلوقتي عيان جالك بتاكيكارديا وانت ما انت انت عيان جالك بتاكيكارديا بيقول لك انا بيجي لي تاكيكارديا بالبيتيشنز اوكي فانت طب بتقول له يا ابني انت دلوقتي عندك تاكيكارديا قال لك لا انا دلوقتي كويس فجيت تعمل له اي سي جي لقيته المنظر ده ده منظر عيان عنده ايه شورت بي ار انترفال وسنيرد ودلتا ويف كومبلكس وايت كومبلكس ده منظر اولف باركنسون وايت يبقى انت اول لما تشوف المنظر ده تتاكد ان التاكيكارديا اللي كانت بتجيت له هي الباروكسيسمال سوبرا فنتريكولار دي رغم ان انت ايش يو ديدنت دوكيومنتد يعني الري دي ممكن تيجي وتروح مع نفسها ممكن تيجي وتروح لوح. على فكره ساعات بتبقى كتير جدا سيلف ليميتنج تمام بس هو لو جالك بيها في المستشفى لازم يا اما تدي له دي سي شوك لو هو هيمودايناميكلي انستابل او لو هو ستيبل تديله ادينوزين لو عندك ما عندكش ادينوزين بتديله كالسيوم شانل بلوكر اي في او بيتا بلوكر اي في طب افرض بقى اديته بيتا بلوكر وكالسيوم شانل بلوكر ومشيته عليه فور ا لونج ران والعيان بيجي له فريكوينت اتاكس عليهم يبقى ده فيلد ميديكال تريتمنت يبقى ده لازم تخش تعمل ابليشن لايه للاكسسوري باسوي ده تخش تكويه تلغيه خالص يبقى ده لاست اوبشن افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنت ان انت تعمل له ايه ابليش سهله كده سهله كده الاس في تي انا كده خلصتها انا لميتها في اربع سلايدات دكتور هو مش هيرجع ساينس الا اذا عملت ابليشن لا ما هو هنا حبيبتي هو هنا ساينس هو هنا ساينس ما في بي ويفا اهي الولف باركنسون ده ساينس ما هو هنا حبيبتي هو هنا ساين انت عايزه ترجع الاس اي نود هي البيس ميكر والهارت ريت مش عادي ده اللي انت بتقولي عليه لازم الكيوي طبعا لازم الكيوي لازم الكيوي يعني مش فاهمه يعني هو بيدخل في السندروم اسمك ايه يا دكتوره اسمك ايه يا دكتوره علياء بصي يا علياء دلوقتي يا علياء انا لو العيان ده اديته كالسيوم شانل بلوكر والاتاك بقت بتجيله مره في السنه يستاهل ان انا كوي لا طيب لو انا اديته كالسيوم شانل بلوكر والاتاك بتجيله كل اسبوع اكوي ولا لا اكوي يعني يا دكتور هي سندروم بتيجي وبعدين مش هتروح الا اذا اديتها دواء او يعني انا عشان اقلل انا مش مشكلتي انا مش خايف من الولف باركنسون وايت نفسه انا خايف يدخلني في اس في تي لان الاس في تي دي ريكورنت اتاكس هتدخله في تاكيكارديا انديوس كارديوميوباثي فانا لما العيان يجي لي بولف باركنسون وايت ده انا هديله كالسيوم شانل بلوكر او بيتا بلوكر عشان ما يخشش في ايه في باروكسيسمال سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا اوكي طب افرض انا بديله كالسيوم شانل بلوكر والبيتا بلوكر بيجي له اتاكس يبقى لازم اعمل له ابليشن يبقى ايه هي الانديكيشن اوف ابليشن افتر فيلير اوف ميديكال ثيرابي اما هو يا دكتور في حد ذاته مش يعني مش ديزيز صح مش لا تاكي اريتميا ولا حاجه هو نورمال هو لا هو ديزيز بس بصي يا جميله هو ديزيز موجود بس بيمانيفست هيم سيلف ولا لا يعني هو ملوش مانيفستيشن لوحده بدون الاس بس هو موجود بس ما مش مدخلني في تاكي اريزميا يعني طبعا. يعني هو انرت بس هو موجود بس انرت اوكي فانا مش محتاج اعمل له ابليشن تمام اوكي بس لو بقى اكتف يبقى انا هدي له ميديكال تريتمنت ولو فيلد ميديكال تريتمنت هعمل له ابليشن اوكي عشان ما نطولش بس في حاجه ملهاش قيمه يعني الاس في تي ده موضوع عبيط طيب نخش في الاتريال فيبريليشن وفلاتر كلمه فلاتر وفيبريليشن يعني ايه يعني خدوا بالكم احنا عايزين في خلال ساعه نكون مخلصين فيبريليشن وفلاتر ده معناها ايه معناها ان الاس اي نود از نو لونجر ذا بيس ميكر في مالتيبل اتريال فيساي اكوار اوتوماتيستي اهي الفيبريليشن الفيساي دي بتبقى باي اتريال الفلاتر بتبقى في الرايت اتريوم عند الكيفو ترايكاسبيد اسمس الجنكشن ما بين الترايكاسبيد فالف والانفير فينا كيف طب انا ليه بفرق بالرسمه دي ما بين الفلاتر والفيبريليشن رغم ان هما الاثنين كلينيكالي زي بعض والاثنين بيعملوا ثرومبوليك مانيفيستاشن والاثنين تاكي اريزميا بفرق ليه
بفرق عشان حاجه واحده بس، عشان الدكاتره اللي هتخش تكوي تعمل له ابليشن لازم يكوي هنا وهنا في في الفايبريليشن، انما في الفلاتر هيبقى داخل مركز في دي بس. فهمتوا ليه بنفرق ما بينهم؟ تمام يا دكتور. ماشي، تعالى بقى نرجع للايتيولوجي اوف فايبريليشن اوف فلاتر. اشهر سبب للاي اف ان هو ملوش سبب، اسمه لون اي اف، ده الموست كومن فورم. ماشي، طب ممكن يبقى ريليتد تو هارت ديزيز، كارديومايوبثي او ميترال فالف ديزيز، ميترال ريجرج، ميترال استينوزس، كيميك هارت. دايما هتسمع ميترال استينوزس واي اف، ميترال استينوزس اي اف. ريليتد تو ذا لانج، بالمونري امبوليزم، سي او بي دي، اوبستي، هايبر وهايبوثايرويديزم، انيميا. الاسباب دي بقى اقراها بقى براحتكم. تعالى بقى نشوف الاي سي جي الحلو ده، ده تاكي ولا برادي اريزميا ولا نورمال هارت ريت؟ تاكي. ده تاكي. طيب تاكي يا دكتور. تاكي تاكي نارو كومبلكس ولا وايد كومبلكس؟ نارو. يلا نرجع تاني المرجان، يبقى ده تاكي اريزميا نارو كومبلكس. الريجولر ولا ريجولر؟ الريجولر. الريجولر يبقى ايه اف افلاتر. حلو، بس في الغالب انت بالنسبه لك اي اف، خلاص اهو هو اي اف، ده اسمه اي اف. يبقى تاكي اريزميا لان الهارت ريت اكتر من 110، ونارو كومبلكس والريجولر يبقى ايه؟ يبقى اترا فيبريليشن، صح كده؟ تعال نشوف ده بقى، تعال نشوف ده اللي كان ايه اللي عرفكم في عشتكم. الهارت ريت هنا بالظبط لو عديتوه هتلاقيه مربعين كبار، مربعين كبار ما بينهم يعني 150، 150 هارت ريت هنا 150 اهو تقريبا كده. 150 يا دكتور. ايه اللي تحت 300 دكتوره شاطره؟ الهارت ريت اللي فوق ده 150، 150 يبقى ده تاكي اريزميا. صح يا اولاد؟ يا دكتور بس هي 221 فيها. طب بس اسمعني بس للاخر، ما تقطعنيش هنا، امشي معايا واحده واحده. 150 ده يعني تاكي اريزميا ولا برادي اريزميا؟ تاكي. نارو كومبلكس ولا وايد كومبلكس؟ نارو. ريجولر ولا ريجولر؟ ريجولر. ريجولر، برافو عليك. نرجع بقى للرسمه بتاعتنا، الورقه المعفنه دي. تاكي اريزميا نارو كومبلكس ريجولر، فيها بي ويف ولا لا؟ فيها. فيها. لا فيها ايه يا واد انك انت؟ ما فيش ولا بي ويف هنا، دي تي بس. لا دكتور في ال 2 تو 1 فيها. اللي فوق يا دكتور فيها قبل فين الكيور. فين هي دي؟ انت قصدك على دي؟ دي مش بي ويف قبل الكومبلكس على طول كده في. لا لا دي مش بي ويف، دي مش بي ويف، دي تي، دي تي، دي تي، دي دي مش بي ويف، دي تي دي ما فيهاش، يعني ما تقولش ان دي ساينس تاكيكاردي، دي ما فيهاش. فدي حاجه من اتنين، يا اما اس في تي يا اما فلاتر، وعشان الريب بتاع 150 ممكن تبقى 2 تو 1 بلوك. طب هعرفهم منين؟ هعرفهم منين هي فلاتر ولا اس في تي؟ هدي ايفي بلوكر، اديت ايفي بلوكر اهو، ايه اللي حصل؟ ظهر لي السوتوس ابييرنس اللي هي كاركترستيك بتاعت الاثريال فلاتر. العيان ده لو كان اس في تي كان هيرجع ساينس لما ادي الانترافينس بيتا بلوكر او كالسيوم شان بلوكر. يبقى فرقت لما يكون الاس في تي على ريت 150 قد تكون اس في تي او فلاتر. اديته ايفي بلوكر رجع ساينس، يبقى ده كان اس في تي. طب رجع سوتوس ابييرنس، يبقى ده فلاتر وذ فاريبل بلوك، يبقى ده كان فلاتر. الاي في احنا منعنا الكونتراكشنز بس الاتريوم عمال بيدي بي ويف بي ويف بي ويف. شاطره يا دكتوره، انت شاطره وفاهمه. الفلاتر ويف شغاله بالريب بتاعها اهو السريع اهو، بس كيو ار اس كومبلكس عشان عملت اي في بلوك فالكومبلكسات بقت ايه؟ حصل برادي كاردي، وقفت مش كل الفلاتر ويفز نزلت، يعني الفنتركل ما اشتغلش بنفس الريت بتاع الفلاتر، فده بقى ريت الفلاتر اهو مره 3 ومره 4 وكيو ار اس كومبلكس ريجولار. ده ايه ده؟ ده فلاتر وذ فاريبل بلوك. يعني دكتور هو واقف الكوندكتيفيتي بين الاي بي عند الاي بي. انت شايف المنظر سوتوس ابييرنس اسنان المنشار دي كاركترستيك للفلاتر. انا فاهم، انا قصدي مدينا الكالسيوم شانل بلوكرز هو قلل الكوندكتيفيتي في الاي بي نود بس الاتريال لسه. فظهر لي السوتوس ابييرنس. تمام يا دكتور. تمام دكتور، مش اللي حصل لما اديت اي في بلوكر؟
اشرح لها انت يا محمد. حد يرد على سؤالها؟ بصي يا شيماء، بصي يا شيماء، في السلايد اللي بعدها مش هو كان بيفاير بيحب يبقى فيه كونتراكشنز بتبقى 150 صح؟ تمام. ده معناها ان اوريدي الامبلس عدت ودت كونتراكشنز الاي في نود، يعني عدى الامبلس وخلى الفنتريكلز تكونتراكت، فعشان كده الريت عندي 150. انا رحت مديه حاجه توقف الامبلس، تعمل اي في بلوك يعني توقف الامبلس عند الاي في، فانا منعت الامبلس ان هي تعدي للفنتريكلز فما فيش كونتراكشنز خلاص، ولكن انا ما منعتش الاتريا يعني الامبلس اللي عند الاتريا من اللي عمال بيفاير بيفاير بيفاير، بس انا وقفته عند الليفل بتاع الاي في، فانا عندي بي ويف بي ويف بي ويف بي ويف، ده الفلاتر. فهماني؟ اسمها فلاتر ويف بقى مش بي ويف هنا. فلاتر ويف بنسميها سو توزد ابييرنس، عامله زي المنشار كده، اسنان المنشار. دكتور يعني قبل ما ادي البيتا بلوكر هي بتبقى الويفز دي موجوده بس متغطيه بالكيو ار اس كومبلكس صح؟ بالظبط كده، بالظبط كده. ولما انا بقى ايه بقلل الهارت ريت بعمل اي في بلوك بتبتدي تظهر السوتوس ابييرنس دي. عشان كده الريت ال 150 ده يا اولاد يا اما اس في تي يا اما فلاتر وستوتو وان بلوك، ادي له اي في بلوكر رجع ساينس يبقى كان اس في تي، رجع سوتوس ابييرنس يبقى كان فلاتر. دكتور ايه اللي هيرجعه ساينس؟ ما هو هيبطئ الريتم برضو، يعني ايه اللي يرجعه ساينس؟ لا انا لما بدي كالسيوم تشانل بلوكر بانهبت الاكسسوري باسوي في الاس في تي، فبيرجع النورمال تراك من الاس اي نود للاي في نود يرجع يشتغل طبيعي ساينس. انما في الفلاتر ما بعملش كده. الفلاتر لما بدي اي في بلوكر، عشان هي الفلاتر دي 500 فوكس اهي، 500 فوكس طالع من الرايت اتريوم، فمهما اديت اي في بلوكر هيشتغل على الاي في نود بس مش هيرجع الفلاتر نورمال. فهيبقى ايه؟ هيبقى في فلاتر ويف باينه اهي سوتوس ابييرنس والكومبلكسات بتضرب ريت هادي عشان امدي اي في بلوكر. مفهوم كده؟ يعني هو مفيش كوز تاني للاس في تي غير بتاع السيركت دي؟ مفيش ايه؟ ما فيش كوز للاس في تي غير السيركت اكسسوري بس واي. الاكسسوري بس واي دي اللي ايه؟ خلاص خلاص يا دكتور. طب هيا ولاد دكتور معلش، هو طيب هو طب دلوقتي انا مش انا لما اديت الاي في بلوك دوت زي بيتا بلوكر كده بينت لي البي ويف، مش دي بي ويف؟ دي مش بي، دي فلاتر ويف ما اسمهاش بي ويف. دي طلع برضه نتيجه الاكتيفيتي يعني في الاتري يعني. بالظبط، اكتوبيك فوساي فوساي مش فوكس واحده بتطرف. طب يعني ليه ما بتبانش على الاقل منهم واحده مثلا لما مش مدي اي دراجز مثلا، يعني قبل كل كيو ار اس بقى لاي ويف شبه دي؟ لا مش هتلاقي، لان انت مش هتلاقي، لان الفنتريكل هنا بيضرب ريت 150. اوكي يعني انت المفروض بتقولي الاقي انت بتقولي تو تو وان بلوك يا دكتور، يبقى في اتنين فلاتر ويف وبعد كده كيو ار اس، بس عشان الهارت ريت عالي انت مش هتشوفها. ماسكد يعني. فانا لما ببطئ الهارت ريت بتشوفها، مع الهارت ريت العالي مش متشاف، ابطئ الهارت ريت هتشوفها. ماشي، تعال نشوف الامرجنسي تريتمنت. طب لو جالك اي اف او فلاتر رابيد والعيان انستابل هتعمل ايه؟ دي سي يا دكتور. برافو عليك، دي سي شوك. طب لو العيان بقى ستيبل، بقى ستيبل هفكر بقى بالراحه، هفكر ليه؟ لو العيان ده نيو اونست يعني الفلاتر او الاي اف بتاعه بقى ما كملش 48 ساعه، اعمل له كارديو فيرجن على طول، رجعه ساينس، اديله بقى دي سي شوك، اديله دواء يرجعه ساينس، هنشوف ازاي هنرجعه كارديو فيرجن. طب لو العيان ده عنده فلاتر او اف وبيقول لك بقى لي 3 ايام كده اكتر من 48 ساعه، لازم الاول تعمل ترانس اسوفيجيال ايكو تتاكد ان مفيش ليفت اتريال ابندجس رومبس، لان العيان الفايبريليشن او الفلاتر لو قعد 48 ساعه ممكن يتكون في الليفت اتريال ابندج بتاعته ثرومبس، تيجي انت ترجعه ساينس يحصل له امبوليك مانيفيستاشن. يبقى الفيصل بتاعنا ايه؟ 48 ساعة. قبل 48 ساعة رجعه ما تعملوش تي اي. طب لو هو عدى 48 ساعة لا، اعمله ترانس اسوفيجيال ايكو تي اي، وبعد كده لو هو فري اديله دي سي او اعمله كارديو فيرجن. طب لو لقيت ثرومبس بقى في الليفت اتريال ابندج هتعمل ايه؟ انتي كواجريت فور تو تو 3 ويكس وتعمله تي اي تاني تتاكد ان هي مش موجودة. ماشي؟ طب ايه هي التايبس اوف كارديو فيرجن؟ قول.
يعني ايه كارديو فيرجن معلش؟ كارديو فيرجن يعني ايه؟ يعني انا ب ب ب ب ب ب ب بكونفيرت الفلاتر لساينس ريزم، بعمل انهيبيشن للفلاتر بكونفيرت الفلاتر لساينس. تمام ماشي. بعمل ازاي كارديو فيرجن؟ يا اما بلسعه لسعه بالكهرباء اللي هي دي سي شوك، اوكي، لا اما بعملها فارماكولوجيكال، يا اما الكتريكال يا اما فارماكولوجيكال. فارماكولوجيكال دي بيبداوا اسمه اميودارون او بروبافينون. البروبافينون مشكلته ان انت ما تنفعش تديه لعيان عنده ستراكشرال هارت ديزيز، يعني عيان عنده ميترال ستينوزس ما ينفعش ياخده، ميترال ريجيرج ما ينفعش ياخده، اسكيميا ما ينفعش ياخده، هو كم ما ينفعش ياخده، LVH left ventricular hypertrophy ما ينفعش ياخده. لان لو خدوا عيان عنده structural heart disease هيحصل له ايه؟ هيحصل له sudden cardiac arrest. فالسيف دايما اللي بنشتغل بيه الاميودارون. امتى ندي البروبافينون؟ لو انا متأكد ان العيان ده ما عندوش structural heart disease، عيل عنده 20 سنة جاي برابد AF بقاله ساعة، فعملت له ايكو لقيته نورمال، رحت مديله بروبافينون ما تقلقش منه ده. انما لو راجل عنده 60 سنه ومركب 3 4 دعامات في كورونريز واسكيميك هارت وجالك برابيد اي اف بقاله ساعه، لو اديته بروبافينون هيموت. انما انت تديله ايه ساعتها؟ تديله ايه يا اولاد؟ اميودارون. اميودارون بالظبط كده، بالظبط. طب تعالى بقى نشوف اللونج تيرم مانجمنت. احنا قربنا نخلص على فكره المحاضره بعد الاي اف في فيتاك، وبعدين هنخش على كومبليت هارت بلوك، مش هنقولها في ربع ساعه. اللونج تيرم مانجمنت اوف اي اف ايه بقى؟ في حاجه اسمها ريت كنترول وريزم كنترول وانتي كواجيليشن تريتمنت اوف اندرلاينج ايتيولوجي. تعال ناخد واحده واحده بقى. الريت كنترول ده ايه؟ يعني الهارت ريت بتاعه 120، انا يعني الهارت كلمه رابيد اي اف يعني الهارت ريت فوق ال 110، اي اف والهارت ريت فوق ال 110 او فوق ال 100 عشان ما نبقى مثبتين. هارت ريت فوق ال 100 في الاي اف يبقى انا محتاج ايه؟ حاجه من اتنين، يا يعني اما ارجعه ساينس وده اسمه ريزم كنترول، ارجع الساينس ريزم حلو، يا يعني اما اقلل الريت بس واسيبه فايبريليتنج زي ما هو، يعني بدل ما يبقى الهارت ريت 100 اخليه 70 يبقى هديله اي في بلوكر، يا يعني اما كالسيوم تشانل بلوكر، يا يعني اما بيتا بلوكر، يا يعني اما ديجوكسن لانوكسن. فاهمين يا ولاد؟ انا كده بعمل ايه كنترول الاول؟ يعني ايه؟ يعني عيان عنده ايه اف هارت ريت معدي ال 100 وانا عايز انزل بيه تحت ال 100، هديله ايه؟ هديله اي في بلوكر. ايه هما الاي في بلوكرز اللي انتوا عارفينها؟ حد يرد عليا. بيتا بلوكرز وكالسيوم شان بلوكرز واللانوكسين والديجوكسين. حلو، والديجوكسين. الديجوكسين بديل عيان اي اف ويكون عنده ايه؟ كارديوميوباسي، لانه بيعمل بوستيف اينوتروبيك افكت، بيقوي كونتراكتيليتي، بيقلل الهوسبيتاليزيشن، صح؟ يبقى الديجوكسين ده هديه في اي اف بيست فور اي اف بلس كارديوميوباسي. عيان كارديوميوباسي عنده اي اف ده هديله ديجوكسين. طيب هنفترض بقى العيان ما عندوش كارديوميوباسي، ممكن تديله ايه؟ كالسيوم شانل بلوكر او بيتا بلوكر. بص التلات ادويه ممكن يتاخدوا في عيان ما عندوش كارديوميوباثي اف ومش كارديوميوباثي، التلاته ممكن يتاخدوا، او تدي اتنين كومباينيشن او تدي التلاته كومباينيشن. حلو. طيب البيتا بلوكر ما تتاخدش لو العيان عنده ازمه او دي كومبنسيتد هارت فيلير او سيفير بريفرال ارتيريال ديزيز، بس ممكن تديها لعيان كارديوميوباثي بالذات البيسوبرولول اللي هو كونكور، لان البيسوبرولول انتوا خدتوه البيتا بلوكر بتعلي بتحسن الايجكشن فراكشن وبتقلل الريموت لينك في الهارت فيلير، وبالتالي البيتا بلوكر بتتاخد في الهارت فيلير. فلو عيان اي اف وهارت فيلير يعني اي اف وكارديوميوباثي انت هتدي له بيتا بلوكر، اوكي. انما لو العيان دي كومبنسيتد هارت فيلير عنده بالمونري إديما ينفع تديله بيتا بلوكر ديورنج الاتاك؟ لا صح، لانها بتعمل معلش يا دكتور ممكن الحته دي تاني نيجاتيف اينوتروبيك. انتوا ما خدتوش فارماكولوجي يا جماعه، انتوا ما عندوش على الفارما كده. طيب البيتا بلوكرز دي يا اولاد بتعمل ايه؟ نيجاتيف كرونوتروبيك افكت، نيجاتيف اينوتروبيك افكت، خلاص يعني بتقلل الهارت ريت وبتقلل الكونتراكتيليتي، صح؟
صح يا دكتور كمل. طب لو عيان عنده دي كومباسيتد هارت فيلير ينفع تديله بيتا بلوكر؟ عيان عنده بالمونري ديما دي كومباسيتد هارت فيلير ينفع تقلله كونتراكتيليتي اكتر؟ لا هيموت مني. بالظبط. يبقى من لو هو دي كومباسيتد هارت فيلير ما تديلوش بيتا بلوكر، انما لو كان كارديوميوباثي بات نوت دي كومباسيتد ممكن تديله عشان تكونترول الهارت ريت بتاعه لو هو اف. فهمني؟ طب ايه تاني؟ هي البيتا بلوكر بتعمل برونكوس بازم ينفع تديها لعيان ازماتك؟ لا. طب البيتا بلوكر بتسوق البريفرال ارتيريال ديزيز ينفع تديها لعيان عنده كلوتيكيشن؟ لا. ها؟ لا يا دكتور. طيب يبقى البيتا بلوكر if normal or impaired ejection fraction بس contra indicated في الأزماتيك patient with decompensated heart failure with severe peripheral arterial disease. طيب الكالسيوم شانل بلوكرز بقى الفريبامين والالتيازم can be used if no cardiomyopathy لأنها بتعمل negative inotropic effect بتقلل contractility جامد. هي good for asthmatic patient and those with peripheral arterial disease. دول بقى لو العيان عنده أزمة و AF تقدر تدهم لهم بس تتأكد ان ejection fraction normal والديجوكسين لو العين عنده اف وكارديومايوباثي. طيب خد بالك بس في الديجوكسين كونترا انديكيتد في سيفير رينال انسفيشنسي وفي الهايبوكاليميا لانها بتزود الديجوكسين توكسيستي. خلاص. طب دكتور انا دلوقتي لو بيشنت عندي اصلا دي كومبنسيتد والايجكشن فراكشن بتاعه قليل ودخل في اتريال فايبريليشن اديله اني ديجوكسين؟ هو ده السيفست دراج عشان انوتروبيك يعني. بالظبط. ماشي. Remarkable. If one drug fails to control the heart rate, so combine with other drugs. If multiple drugs fail to control the rate. لو انت بقى مدي ايه؟ لو انت مدي لو انت اديت العيان heart rate بتاعه مثلا ايه في 130. اديته بيتا بلوكر الهارت ريت مش عايز ينزل. اديته معاه كالسيوم شانل بلوكر الهارت ريت مش عايز ينزل. اديته ديجوكسين الهارت ريت مش عايز ينزل. هتعمل ايه؟ بيس ميكر يا دكتور؟ هتعمل ايه؟ بيس ميكر ايه بس هتخليني التوم؟ لا اشوف لو في اسباب تانية عامله لي ريفلكس تاكيكارديا. بالظبط. سيرش فور سكندري كوز ممكن يبقى العند عنده انيميا هي اللي عامله له ريفلكس تاكيكارديا مش مخليها الهارت ريت يتظبط. مش انيميا بتعمل تاكيكارديا؟ الهايبوفوليميا بتعمل تاكيكارديا كومبنساتوري. الهايبر ثايرويديزم دي كومباسيتد هارت فيلير بالمونري امبوليزم نيو اسكيميا. الحاجات دي ممكن تبقى سبب تخليك تفيلت كنترول الهارت ريت في العيان الاي اف. فاهمني؟ طب دكتور معلش سؤال، ممكن سؤال بس دلوقتي؟ احنا كل ده لسه بنبلوك الويف من الاتريوم للفنتريكل صح؟ يعني احنا اصلا مش بنحاول ننقذ الاتريوم. صح كده؟ تمام. بتاكد بس كل ده ريت كنترول ما بتكلمش في ريزم كنترول. انا بحاول اعمل ريت كنترول ومش عارف. بس ادور على سبب ايه الاسباب اللي بدور عليها. انيميا. يبقى انت لو صلحت الانيميا هتلاقي الريت بقى كنترولد. صلحت الهايبوفوليميا بشويه محلول الريت كنترول كده. طيب ايه هي بقى ايه بقى الريزم كنترول؟ امتى بعمل ريزم كنترول؟ طب انا ممكن يبقى العيان عنده الهارت ريت بتاعي اف والريت بتاعه 60 يعني كنترولد وزي الفل مش هيدخله في تاكيكارديا انديوسد كارديومايوباثي. بس العيان ده ممكن اعمل له ريزم كنترول. امتى بقى اعمل للعيان ريزم كنترول؟ لو هو مش عاوز يمشي على حاجات بتاعت انتي كواجلنت وكده. لا ملهاش علاقه. هقول لك ليه بعد كده. لا اول حاجه لو العيان نيو اونست جاي لك بقاله ساعتين عنده اي اف يا عم رجع يا عم ساينس ده بقاله ساعتين بس اي اف صح كده نيو اونست اقل من 48 ساعه او بيشنت بريفرنس العيان بيجي له يعني هو الريجولاريتي في الهارت ريت بتاعت الاي اف هو حاسسها ومش عارف يعيش بيها فبيشنت بريفرنس مهم. تاني حاجة لو العيان ستيل سيمتوماتيك ديسبايت اديكويت ريت كنترول يعني نزلت له الهارت ريت قوي خليت الاي اف ريتو 60 بس العيان ده ستيل سيمتوماتيك ماشي. او لو العيان عنده كارديومايوباثي وبيخش في ريبيتد دي كومبنسيشن ديو تو اي اف او فلاتر. طب العيان الكارديومايوباثي هيخش ليه في ريبيتد دي كومبنسيشن؟ حد يقول لي الاجكشن فراكشن الاجكشن فراكشن مش عارف كام الفيلنج بتاع فنتريكل ديماند برضو ديكريز سبلاي. اول حاجه ان لو هو رابت هيبقى ال في فيلنج قليل ويبقى كاردياك اوتبوت هيقل لان الفيلنج قليل في الدايستول.
تاني حاجه وهي مهمه جدا ودي اهم حاجه ان مفيش اتريال كيك. الاتريال كيك مسؤوله عن 20% من الفنتريكولار فيلينج ما بقتش موجوده، يبقى في 20% من الكاردييك اوتبوت انا فقدتهم، والعين اصلا كارديو ما بس مش هيستحمل. فهمتوا؟ ده سؤال امتحان. أيوة دكتور. تمام. ده سؤال امتحان ماشي. طيب نرجع بقى نشوف هاو تو ريزم كنترول. في فارماكولوجيكال الانتي اريزميك بعد الاميودارون سيتابل فور اول بيشنتس، بس دي السايد افكت دي اليفيتد ليفر انزيمز وانترستيشال بامري فايبروسيس وثيرويد ديس فانكشن. اشهرهم الثيرويد ديس فانكشن، اشهرهم الثيرويد ديس فانكشن. في سوتالول، سوتالول ده لو العين عنده نورمال اجكشن فراكشن وبروبا فينون، بس بشرط العين يكون ما عندوش اي ستراكشرال هارت ديزيز. خلاص. طيب هاو تو ريزم كنترول نون فارماكولوجيكال بقى. نون فارماكولوجيكال يعني الكتريكال، يا اما بي سي كارديوفيرجن يا اما اعمله الكتروفيزيولوجيكال ستادي وابليشن. ماشي يا جدعان. الدكتور ممكن سؤال؟ معلش سؤالين ثلاثه حبيبي. هو انا دلوقتي مش انا لو رجعت الريزلت بتاعه للنورمال مش ممكن ازود الشانس بتاعت الثرومب امبوليزم في الاف؟ ما انا قبل ما ترجعه يا حبيبي للنورمال بتتاكد ان هو ما عندوش ليفت اتريال ابندكس ثرومبس بترانسوسفجال ايكو. تمام. امتى ما تعملش ترانسوسفجال ايكو رغم ان العيان جاي لك اي اف ومش عارف الانسب بتاعه امتى؟ يعني عيان جاي لك اي اف، حلو اي اف ومش عارف الانسب بتاعه امتى، هتعمل له تي اي ولا لا؟ هعمل له هتعمل له عشان تتاكد ان هو ما عندوش ثرومبو امبوليزم. وانا مش عارف احدد ده بقى له 48 ساعه ولا اكتر. حلو. طب فرضا بقى العيان جاي لك بهارت ريت اي اف 150 وشوكت، هتستنى تعمل له تي اي ولا هتدي له دي سي على طول؟ دي سي على طول. دي سي على طول، لان هو لو ما يعني هو ممكن انت تدي له دي سي ويخش في ستروك بس مش هيموت. بس انت لو سبته هيموت من الهيموداينامك انستابيليتي. فهمني؟ انت كده بتنقذ حياته، انت مضطر تديه. معايا يا اولاد؟ طيب تعالى دكتور معلش عندي النقطه الاهم. بقول اسال. هو دلوقتي لو بيشنت هيموداينامكلي ستيبل وعنده ثرومبس بس عنده سيمتومز من الاي اف، انا بديله هعمل له حاجه يعني اصلح له الريت او الريزم، ولا اديله بس انتي كواجلانس الاول واسيبه عقبال ما يتظبط؟ لا يا جميل، لو العيان عنده اي اف وعنده ثرومبس هتدي له ريت كنترول بس بيتا بلوكر او كالسيوم شايل بلوكر او ديجوكسين، وهتدي له انتي كواجيليشن لحد ما تعمل تقعد اسبوعين ثلاثه وتعمل تي اي وتطمن ان مفيش ليفت اتريال ابندج ثرومبس، فتضطر فتبتدي تدي له دي سي شوك او تدي له اميودارون عشان ترجع له ساينس ريزم، تعمل له ريزم كنترول. طيب دكتور سؤال تاني، هو دلوقتي انا ممكن اظبط الريت والريزم مع بعض ولا يا اما بشتغل كده يا اما بشتغل كده؟ ما انت لو ظبطت الريزم خلاص. ما انت لو عيان عنده اي اف هارت ريت 150 واديته ريتمو نور بروبافينون، هو هيرجعه لك، هو هيظبط ريت وريزم، هو هيرجع لك الساينس ريزم من 60 ل 100. نفس الموضوع برضه. انت مش محتاج تدي بيتا بلوكر بقى خلاص، بس الريت مش هيظبط الريزم. لكن الريزم هي ممكن يظبط الريت صح، انما الريت كنترول مش هيظبط الريزم. الريزم كنترول هيظبط ريزم وريت. اوكي دكتور. الريزم كنترول ده بعمله لما انا يعني ده بيتعمل بس لما انا متاكد ان هو ما عندوش ثرومبس صح؟ اكيد يا ولاد، اكيد يا ولاد، دي مهمه جدا. طيب انا بقى هسال سؤال للشباب الذكي جدا. عيان دلوقتي اي اف ورجعته ساينس، ادي له انتي كواجوليشن ولا لا؟ حسب الوقت، على حسب 48 ساعه قبل ولا حسب الريسك فاكتور. انا خلاص انا متاكد ان هو ما عندوش ليفت اتريال ابندج ثرومبس ورجعته ساينس، ادي له دكتور النوم دخلتين ولا لا؟ لا بروفيلاكتيك بقى. لا مفيش كده بقى. بصوا بقى يا ولاد، في نوعين من الاي اف. احنا الاي اف دلوقتي في الكلينيكال بنقسمه نوعين، يا اما فالفولار اي اف يا اما نون فالفولار اي اف. يعني ايه فالفولار اي اف؟ يعني عيان عامل بروستاتيك فالف او عنده مودريت او سيفير ميترال ستينوزس. فالفولار اي اف يعني ايه؟ يا اما عيان مركب بروستاتيك فالف، بروستاتيك ميتاليك فالف، او عنده سيفير مودريت او سيفير ميترال ستينوزس، ده اسمه فالفولار اي اف. العيان ده
جاله اي اف. لو العيان اللي عنده بروستاتيك فالف كده كده ماشي على انتي كواجوليشن ماريفان صح؟ انتوا مش عارفين معلومه البروستاتيك فالف؟ ايوه عارفينها. طيب يبقى العيان اللي عنده بروستاتيك فالف لازم ياخد كده كده ماريفان. طب العيان عنده ميترال استينوزس وجاله اي اف هتديله انتي كواجوليشن ولا لا؟ هديله انتي كواجوليشن. طب عيان جاله ميترال استينوسس وجاله اي اف ورجع ساينس تديله انتي كواجوليشن ولا لا؟ اه لازم تديله لان الاي اف بتاعه هيروح ويجي مازال عنده سي هيبقى باروكسيسمال هيجي ان اتاكس اتاك وتروح واتاك وتروح فده مور لايبل ان يحصل له امبوليك مانيفيستاشن. فده لازم اول لما الميترال استينوسس المودريت تو سيفير يحصل له اي اف عيان الميترال استينوسس ما يجيله اي اف لازم هات انتي كواجيليت فور لايف حتى لو رجع ساينس. عيان البروستاتيك فالف كده كده اي اف مش اي اف بياخد انتي كواجيليشن فور لايف. طيب امال احنا قسمناهم فالفولار ونان فالفولار ليه بقى؟ نوع الانتي طب لو عيان عنده يا اولاد اورتيك استينوسس سيفير وجاله اي اف ده فالفولار ولا نان فالفولار؟ نان فالفولار. طالما مش ميترال استينوسس مودريت سيفير ومش بروستاتيك فالف يبقى نون فالفولار. طب عيان عنده سيفير ميترال ريجيرج واي اف ده نون فالفولار معايا كده يا اولاد؟ يبقى تعريف الفالفولار هو مودريت سيفير ميترال استينوسس وبروستاتيك فالف هو ده الفالفولار اي اف. اي حاجه تانية نون فالفولار اي اف معايا؟ تمام. طيب الفالفولار اي اف كلهم ما ينفع لهمش انتي كواجيليشن غير الوارفرين اللي اسمه ماريفان في السوق معايا؟ اه يا دكتور. تمام يا دكتور تمام. النان فالفولار اي اف ينفع لهم نوعين من الانتي كواجيليشن الوارفرين وده دواء معفن وعشان كده طلعوا حاجه اسمها نو واكس نوفل اورال انتي كواجيليشن novel oral anticoagulation. النوواكس دي less bleeding tendency ما تعملش bleeding زي الوارفرين وما لهاش drug interactions فعشان كده هي احسن من الوارفرين بس ما تنفعش مع الفالفولار اي اف. فالفولار اي اف يعني وارفرين بس. نون فالفولار novel oral anticoagulation او وارفرين معايا؟ اوكي معاك يا دكتور. دلوقتي عندي عيان 30 سنه جاله اي اف والايكو بتاعه نورمال يبقى ده فالفولار ولا نان فالفولار اي اف؟ نان فالفولار. طيب العيان ده انا رجعته ساينس هديله انتي كواجوليشن ولا لا؟ لا 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 على حسب السكور بتاعه. الاجابه مش كده. الاجابه حسبته ليه؟ طيب السكور النان فالفولار في سكور حتى لو العيان رجع ساينس لازم احسبه. السكور ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البروبابيليتي بتاعت العيان ده يجي له ريكرنت اي اف تاني ويعمل له امبوليك مانيفيستاشن قد ايه. السكور ده اسمه الشاد اس 2 فاسك سكور. ماشي. انا مش هسالكم على فكره على الكلام ده في الامتحان. انا هسالكم على فالفولار نان فالفولار ده ينفع له وارفرين ده ينفع له ايه نوواكس وارفرين بس انا هديكم النقطه دي ليه كنتوا عشان تبقوا فاهمين لو اهاليكم بياخدوا دواء ماشيه ازاي الدنيا. الشاد اس 2 فاسك سكور دي يعني ايه؟ يعني اللي عنده كونجستيف هارت فيلير ده سي، الاتش هايبرتنشن، الايج لو اكتر من 65 بياخد 1 بوينت ولو اكتر من 75 بياخد 2 بوينتس، الدي دايابيتس ميليتس والاس 2 اس يعني 2 بوينت للستروك لو جاله ستروك قبل كده. الفاسك فاسكولار ديزيز هي كورونري ارتري ديزيز اسكيميك او بريفرال ارتير ديزيز، الفيميل جندر 1. طيب السلايد اللي بعدها بيقول لك سكور اوف 2 اور مور ان ميلز 2 or more in males or 3 in females معناه ان انت لازم تدي anticoagulation even if the patient regain the sinus rhythm. حلو. تعال ناخد اكزامبل عشان نفهم. عيان مين معايا؟ اسراء. اسمها اسراء. عيان يا اولاد عنده 70 سنه حلو وعنده هايبرتنشن ودايابيتس وجاله اي اف السكور بتاعه
وجاله اترال فيبريليشن، السكور بتاعه ايه؟ ده فالفولر ولا نان فالفولر الاول؟ عيان 70 سنه هايبرتنشن ودايابيتس وجاله اي اف، اي اف والميترال فالف بتاعه نورمال، ده فالفولر ولا نان فالفولر؟ نان فالفولر. طب انا عايز اجيب ساينس ريزم، هدي له انتي كوجوليشن ولا لا؟ هحسب له ايه؟ الشاد اس 2 فاسكو سكور صح؟ طيب الشاد اس 2 فاسكو سكور بتاعه ايه؟ هو 70 سنه يبقى ياخد هنا 1 بوينت، وهايبرتنشن ودايابيتس هياخد هنا بوينت، يبقى كده 3 بوينتس. اه 3، احنا قلنا الميل لو 2 او لو 2 اور مور بوينتس معناه ان احنا انتي كوجوليت، يبقى العيان ده انتي كوجوليت ولا لا؟ هو ساينس حتى لو هو ساينس. طب انا بقول لك ليه الكلام ده؟ عشان لما يجي لك عيان ماشي على انتي كوجوليشن ساينس ريزم ما توقفوش، ما ممكن يكون عيان عنده بروكسيمال اي اف والشاد فاسك سكور بتاعه عالي، فهمتوا؟ محدش فاهم. تمام. انا عايز واحد يجاوبني على السؤال ده، مين هيجاوبني على السؤال الجاي ده؟ محمد المقرر يا دكتور. ايه؟ ايوه يا دكتور انتك اختار. بص يا حماد، واحده ست عندها 75 سنه وجالها اي اف، هات انتي والاي اف ده نان فالفولر، هات انتي كوجليت ولا لا؟ عشان هي في ميل 1 بوينت و75 2 بوينتس، عشان في ميل 1 بوينت افتر 70، والفي ميل لو هي 3 بوينت تاخد، يبقى كده شاطر. طيب يبقى كده ايه؟ طب لو لقيت السكور ليس ذان 2 بوينت ان ميلز اور ليس ذان 3 بوينت ان فيميلز، انت ممكن ساعتها تخير العيان بقى، تشوفه بقى العيان ده مثلا ممكن تدي وممكن ما تديش، فانت اللي هتختار. طب هتختار بناء على ايه؟ هتختار بناء على البليدنج ريسك. لو العيان مثلا فيري اولد ايج وجاله قبل كده انتراكرينيال هيموراج، لا يا عم ما تديلوش. انما العيان مثلا يانج وكويس وما فيهوش مشكله، لا اديله. فانت لو السكور 2 في الميل او 3 في الفيميل لازم كده كده هتديله. طب السكور اقل من كده ممكن اديله ممكن ما اديلوش، وانا هختار على حسب ايه البيشنت ريسك بتاعه، ريسك اوف بليدنج بتاعه. طب واتش انتي كواجريشن can be used in non-valvular AF, no wax, أو الوارفرين. النوفل أورال أنتيكواجلانت اللي اسمهم الأبيكسابان والريفاروكسابان والإندوكسابان، ودول best choice لأن ما لهمش drug interaction وليس bleeding tendency. أو لو العيان ما هوش فلوس لأن دول غاليين أحطه على وارفرين. خلاص كده؟ طيب كده الـ AF خلص. كده الـ AF إيه؟ خلص. الفلاتر يعمل معاملة الـ AF. إيه ده بقى يا أولاد؟ تاكي أريزمي ولا برادي؟ ولا نورمال؟ هو دكتور ايه؟ دكتور ايوه حضرتك ممكن بس يعني ريح دقيقة واحدة واشرب كوباية مية واحنا مستنين حضرتك. لا لا عادي 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 عادي، انا شفت وريق خلينا نخلص. تمام. تاكيكارديا يا دكتور، مكتفيين بالوايت كومبلكس النهارده، شايفين الدنيا صعبه وناخد نص ساعه بعد كده البرادي اريزميا، انا ما عنديش مشكله اوقف بعد دي، هي فاضلش غير 3 سلايدات ونخلص التاكي اريزم. طب دكتور ممكن ناخد 5 دقايق بريك كده بس، انا عندي عياده. طب يلا بس نخلص التاكي اريزميا ونشوف دي تاكي اريزميا ولا برادي اريزميا ولا نورمال. تاكي يا دكتور. تاكد ان ايه الار ار انتر كيو ار اس من كيو ار اس اقل من 3 مربعات اهم. طب دي وايد كومبلكس ولا نارو كومبلكس؟ وايد. يبقى ايه على طول وايد كومبلكس؟ تبقى ايه في تاك. ده بقى خد دي سي شوك اهو، رجع ايه؟ رجع ساينس. بس هو رجع ساينس هنا وايد كومبلكس طبعا، لان هو كان عنده تقريبا بانتل برانش بلوك، فده ما يعني المفروض يرجع ساينس. لو هو نورمال يرجع نارو كومبلكس. ده رجع ساينس انا في بي ويف هو قبل كيو ار اس كومبلكس. ماشي، تعالى بقى نشوف ايه اسباب الفي تي. طب دكتور معلش ثانيه، هو ازاي ليد 2 مقلوب لتحت كده؟ دكتور ليد 2 دايما يبقى ابرايت؟ مش شرط يا اولاد، مش شرط، ده الفولس فيكسد بليفز بتاعتكم، انما مش شرط طبعا. احنا لسه دكتور ما كناش على حسب الاكسس اوف ذا هارت يا اولاد. ده عنده اكسس فيجن ده فاهميني، الحاجات دي كبيره عليكم دلوقتي ما تاخد.
اللي احنا بنقوله لكم خليكم مركزين فيه لان هو ده اللي هيفيدك في الكلينيكال. ما تقعدش تسال هتدوخ خلاص. الايتيولوجي وفيتك ايه يا دكتور؟ برايمري كارديومايوباسي. هو العين الكارديومايوباسي لايبل ان هو يجي له فيتك امتى؟ ليه؟ العين الكارديومايوباسي ده يا ولاد بتدي له دايوريتك ولا لا؟ ما خدناش كارديومايوباسي. إيه؟ اللي هو الهارت فيلير يعني. اللي هو الهارت فيلير بندي له دايوريتكس. لا ده انت ما خدتش ايه ده انت ده انا نفسي اشوفك كنت اديتك عضيتك. ما خدناهوش. العين عنده كارديومايوباسي ايجكشن فراكشن 30% بتدي له دايوريتك ولا لا؟ لا الراجل هيفوت. لا لا اتلقك. انتوا بتسجلوني ده بنديله دايريتك صوم دكتور عنده بالمر قديمه هنديله دايريتك حتى لو ما عندوش بالمر قديمه لو العين عنده ديسنيا مع الاكزيرشن مش عندهم بالمر فينس كونجيشن نتيجه فلويد ستاجنيشن في البالمر سيركيليشن بديله دايريتك تمام حلو الدايريتك دي لوب دايريتك بتعمل هايبوكاليميا ولا 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 ما بتاثرش على السيرم بوتاسيوم بتاثر بتعمل هايبوكاليميا الهايبوكاليميا الهايبوكاليميا في الكارديومايوباسي بتدخل في فيتاك تمام فهمني فلو العيان عنده هايبوكاليميا هو كارديومايوباسي ممكن يخش في فنتريكولار تاكيكارديا فالبرايمري كارديومايوباسي بتدخل في فنتريكولار تاكيكارديا طيب والاسكيميك كارديومايوباسي طبعا استراكشرال هارت ديزيز دي يعني اسكيميا او كارديومايوباسي او هايبرتروفي كارديومايوباسي او هايبرتروفي اوبستراكتيف كارديومايوباسي زي ما هتاخده مع الدكتور وسام العيان الهوكم ممكن يخش في فنتريكولار تاكيكارديا ماشي طب والعيان الاستراكشرال هارت ديزيز كارديومايوباسي اسكيميك يخش طب في حاجه اسمها شانيلوباسيز اعرفوها بس اسم انا مش هسالكم فيها الكهرباء بتاعت القلب عباره عن صوديوم تشانل وبوتاسيوم وكالسيوم تشانل لو عيان عنده مشكله في التشانلز دي ممكن تدخله في فيتاك خلاص تعال نعالج الفيتاك اولا اي عيان عنده فيتاك تشوف المنظر ده ما تستناش اديله دي سي حتى لو ضغطه 160 100 ليه يا اولاد لان ده بعد 10 دقائق هيديك كومبنسيت لان الفنتريكل هنا بيضرب بريت 300 او 250 مش هيحصل هيموديناميك كولابس لانه مش هيحصل فيلينج فما فيش كاردييك اوتبوت فما تستناش ان هو يدي كومبنسيت منك والفنتريكولار تاكيكارديا لما يجي لك دايما دي كومبنسيت دياما ممكن يجي لك ساعات في ضغط ما تستناش بقى يدي كومبنسيت لان لو استنيت عليه 5 دقايق 10 دقايق هيدي كومبنسيت ويبقى هيموديناميكلي ان ستيبل فاول لما تشوف المنظر ده ادي دي سي على طول حلو يبقى وايت اني وايت كومبلكس تاكيكارديا شود بي مانجد باي دي سي كارديوفيرجن سو از نوت تو بي ديجنريتد تو في اف في اف اللي هي الفيتال ريجاردلس ذا بيشنت از هيمودايناميك ستيبل اور نوت في بعض الناس ما عندهمش دي سي فممكن تستخدم ماده الليجنوكين اللي هي ايه الانتي اريزميك كان بي جيفن انترافينس طب اللونج تيرم تريتمنت لونج تيرم تريتمنت بتعمل ايه تدي الانتي اريزميك زي الاميدارون او تكويها او تركب له دي سي تحت بيس ميكر ان فورم اوف دي سي اسمه امبلانتابل كارديوفيرتر ديفايبريليتور يعني بيس ميكر اول لما يلقط ان العيان جاله فيتاك هو يضرب على طول فهمني فهمني يا اولاد الاي سي جي ده مهم ده اي سي جي امتحان ها تمام يا دكتور طيب ده بقى ايه ده الفيتال في اف ده العيان هو بيموت قبل ما يموت لو لقطت له اي سي جي هتلاقي المنظر ده الفي تاك احنا بنديها دي سي بسرعه عشان ما تقلبش المنظر ده في اف في اف يعني الفنتريكل بيفايبريليت مش بيكونتراكت فما فيش كاردييك اوتبوت كاردييك اوتبوت زيرو فالعيان يموت شكرا نبتدي البريدي اريزميا ولا ايه نكمل يا شداد يا جامدين يا فظاع مش هاخد خمس دقايق سيبوني اموت معاكم ولا انتوا تعبانين لا تعبانين خمس دقايق بس دكتور كده يا عم خمس وانت ماسك بخمس دقايق تعبانين بقول لك هم كلهم 10 12 سلايد ماشي بريك يعني مش قصدي نلغيها يعني قصدي ناجلها يعني انتوا فهمتوا التاكي اريزميا طب يا دكتور يعني لو هي صغيره نخش فيها يعني مش هتاخد ربع ساعه
نهار اسود. كان خلاص دكتور نخلص. ايه اشهر اسباب البرادي اريثميا؟ يعني الكومبلكس الكي ار اس كومبلكس، الكي ار اس كومبلكس اكتر من كم مربع؟ خمس. طب ايه اسباب البرادي اريثميا اللي يخلي الهارت ريت قليل كده؟ اول حاجه العين يكون واخد بياخد اي في بلوكر ايجنت، بيتا بلوكر، كالسيوم شانل، لالوكسين او انتي اريثميك دراجز زي البروبافينون اللي احنا خدناه والاميودارون والسوتالول والحاجات دي. حلو. تاني حاجه العيان عنده اسكيميك هارت ديزيز زي العيان اللي عنده انفيريور اس تي ريفيشن مايكارديال انفاركشن. الرايت كورونري اول برانش بيديه اسمه كونال برانش. الكونال برانش ده بيدي الاس اي نود والاي في نود. طب لو الرايت كورونري اتقفل الكورال برانش ده هيبقى شغال كويس؟ لا. يبقى العيان يخش في برادي اريزميا ولا تاكي اريزميا؟ برادي. لان الاس اي نود والاي في نود مش شغالين حلو. يبقى احد اسباب برادي اريزميا الاسكيميك هارت ديزيز. ممكن العيان اللي عنده 80 سنه مش بيحصل له ديجنريشن في الاي في نود؟ أوه. يبقى degenerative related to aging. الهايبركاليميا ازاي تعمل برادي اريزميا؟ يا بتوع الفسيولوجيا متنورين. فاكرين الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكرز بتغير بتزود الكونسنتريشن بره 3. الريبولاريزيشن بيعتمد على البوتاسيوم اوت فلكس، صح؟ اه. هو الكونسنتريشن بتاع بره عالي مش هتطلع بالظبط كده، فهتبقى على بال ما يحصل بوتاسيوم افلكس ويحصل ريبولاريزيشن فالاكشن بوتنشال ديوريشن هيطول فالهارت ريت هيقل. معايا كده يا ولاد؟ تمام يا دكتور. في حد مش فاهم؟ حضرتك ممكن تقولها تاني بس عشان الريبولاريزيشن بيعتمد على ايه؟ على البوتاسيوم افلكس، صح؟ تمام. يطلع من الخلايا البوتاسيوم يخش يطلع بره. طب اذا كان بره البوتاسيوم عالي يبقى هل البوتاسيوم هيطلع من السيلز بسرعه ولا ببطء؟ ببطء. هيطلع ببطء. فالاكشن بوتنشال ديوريشن هياخد وقت طويل فالهارت ريت كده بيقل. بدل ما بقى عندي 70 اكشن بوتنشال في الدقيقه بقوا كام؟ بقوا 30 40 لان الاكشن بوتنشال طول. فالهايبركاليميا دخلت في برادي اريزميا. ماشي. الكاروتيد ساينس سندروم والفازوفيجال سينكوب. العيان اللي بيحلق دقنه بيعمل اريتيشن في الكاروتيد ساينس اللي هو حوالين الكاروتيد ارتري، ده بيستيموليت الفيجال نيرف بيعمل برادي اريزميا. في ناس عندهم كاروتيد ساينس سندروم وده علاج هم يركبوا بيس ميكر. الفازوفيجال سينكوب اللي هو بيجي له سيفير بين يخش فازوفيجال اتاك. الهايبوثايرويديزم بتعمل برادي اريثميا سيبسز. طيب الهارت بلوك يعني ايه؟ يعني الاي في نود والهس مقفولين اهو. تعالى بقى نشوف انواعها. ساينس برادي الهارت ريت هنا كام؟ كام مربع؟ 1 2 3 4 5 6 يعني اكتر من 5 مربعات يبقى ده ايه؟ يبقى هارت بتقلب 60 ده برادي اريثميا. طب برادي اريثميا وقبلها بي ويف والبي ار انترفال نورمال تبقى اسمها ساينس برادي كارديا. حلو. تعال نشوف اللي بعدها. برادي ولا تاكي اريزميا؟ برادي. دي برادي. برادي. حلو. قبلها بي ويف ولا لا؟ كل كومبلكس قبله بي ويف واحده، صح؟ اه. طب البي ار انترفال هنا طويله ولا لا؟ لا طويلة بس أكتر من 5 مربعات. يعني أكتر من مربع كبير تبقى طويلة، أكتر من 5 مربعات صغيرين يعني أكتر من مربع كبير طويلة. يبقى ده اسمه فيرست ديجري هارت بلوك. هنقولهم كده ورا بعض وبعدين أديكوا سكيمة ليها. حلو. طيب هنا بقى يا أولاد في إيه؟ برادي ولا تاكي أريزميا؟ هنا برادي. برادي. طب البي ار انترفال هنا عمال يزيد كل شويه طويله. طويله وعمال يزيد لحد ما في واحده بي ويف ده كومبلكس. يبقى ده اسمه موبتس تايب 1 سكند ديجري هارت بلوك. موبتس تايب 1 بروجريسيف برولونجيشن اوف ذا بي ار تيل دروب دي بيت. حلو. طيب تعال نشوف اللي بعده بالراحه برضو. العيان ده عنده ايه بقى؟ عنده برادي ولا تاكي؟ برادي. البيهات اكتر من الكيو ار اس كومبلكس، صح؟
في دروب بيتس كتير. لا لا استني بس يا دكتوره يا جميله، البيهات هنا اكتر ولا كيو ار اس كومبلكس؟ البي يا دكتور. البي اكتر من الكيو ار اس كومبلكس، معناها ان البي بتضرب بريت، الاترا بيضرب بريت والفنتريكل بيضرب بريت، يبقى ده اسمه ايه؟ اي في ديسوسيشن. تمام حلو. الاي في ديسوسيشن يا اولاد لو لقيتوه نارو كومبلكس يبقى موبتس تايب 2، لو لقيتوه وايت كومبلكس يبقى ده كومبليت هارت بلوك. ده في اي في ديسوسيشن ولا لا؟ البي ويف اكتر من الكيو ار اس ولا لا؟ اه يبقى دي اتنين اهو وده كيو ار اس، ده واحد وواحد اهي يبقى وده اتنين اهو كيو ار اس كومبلكس، يبقى في اف ديسوسيشن ولا لا؟ في في. طب الكومبلكس وايد ولا نارو؟ وايد وايد، يبقى ده كومبليت هارت بلوك. طب لو لقينا نارو يبقى موبتس 2. بالظبط. الاف ديسوسيشن سواء موبتس 2 او كومبليت هارت بلوك ده بنسميه هاي جريد اف بلوك. حلو. ده بيعامل غير بقيه الهارت غير بقيه التايبس اوف برادي اريزمي. يعني الاف ديسوسيشن اللي عامله الموبتس تايب 2 او الكومبليت هارت بلوك ده اسمه هاي جريد اف بلوك، ده ليه معامله خاصه هنقولها دلوقتي. خلاص يبقى نراجع تاني الاي سي جيز مع بعض. عيان ده ماله؟ ده عنده ايه، برادي ولا تاكي؟ برادي. برادي. طيب برادي اريزمي واحده ولا اكتر من بي قبل كيو ار اس؟ واحد. لا هي في واحدة. واحدة يعني ما فيش اي في ديسوسيشن، يبقى ده في النوع اللو جريد اي في بلوك. طيب البي دي البي ار انترفال طويلة ولا نورمال؟ نورمال. نورمال. يبقى ده ساينس برادي عادي خالص بلدي خالص. حلو. طيب هنا بقى ده برادي ولا تاكي؟ برادي. برادي. طيب قبل البيهات موجودة وقبل كل بي ويف في ايه؟ في كيو ار اس. يعني في كيو ار اس 1 تو 1 البي ويف واحده يبقى وراها كيو ار اس، يبقى ما فيش اي في ديسوسيشن صح؟ تمام. يبقى ده لو جريد اي في بلوك. طب البي ار انترفال واسعه ولا طويله ولا لا؟ طويله. يبقى ده فيرست ديجري هارت بلوك. نخش على اللي بعده. ده عنده برادي ولا تاكي؟ برادي. حلو. الكومبلكسات قبلها بهايه واحده ولا في واحده قبلها اتنين؟ الكومبلكسات قبلها بهايه واحده ولا اتنين؟ في اف ديسوسيشن؟ لا هو ما فيش اف ديسوسيشن، هو في بروجريسيف برولونجيشن اوف ذا بي ار لحد ما واحده وقعت، يبقى دي اسمها موبتس تايب 1 سكند ديجري هارت بلوك، موبتس تايب 1 ودي برده من اللو جريد اف بلوك. معايا كده؟ نخش على اللي بعد. هنا برادي ولا تاكي؟ برادي. برادي. طيب البرادي ده في البي ويف اكتر من الكيو ار اس؟ يبقى في اف ديسوسيشن ولا لا؟ في. يبقى ده هاي جريد اف بلوك، يا اما موبتس تايب 2 يا اما كومبليت هارت. طب ده نارو كومبلكس ولا وايد؟ نارو. يبقى ده كومبليت هارت، يبقى ده موبتس تايب 2. طب تعال نشوف الاي سي جي ده بقى اللي احنا ما شفناهوش، ده برادي ولا تاكي؟ ده برادي. الحته دي واسعة قوي، بتاع 7 8 مربعات. حلو. طيب طب ده برادي، طب ده برادي. طيب في البيهات اكتر من كيو ار اس؟ يبقى في اف ديسوسيشن ولا لا؟ في اف ديسوسيشن. طيب الاف ديسوسيشن يعني عنده هاي جريد اف بلوك، يا اما موبتس تايب 2 يا اما كومبليت هارت بلوك. طيب الكومبلكس هنا وايد ولا نارو؟ ده مربعين ونص يعني نارو. وايد. يبقى لا ده نارو، ده مربعين ونص يا اولاد. ماشي تمام. يبقى ده موبتس تايب 2 ولا كومبليت هارت بلوك؟ موبتس 2. موبتس 2 صح. طب هنا ده برادي والبي هات اكتر من الكيو ار اس، والكيو ار اس وايد تبقى كومبليت. برافو عليكم. خلاص طب ايه بقى سيمبتوماتولوجي دكتور؟ ممكن بس البرادي سهله اهي، وريني فين الكيو ار اس الوايد عشان مش شايفها كويس. يعني الوايد بتبقى اكبر من كام دكتور؟ مش المفروض اكبر من 3؟ ما هو اكتر من 3 يا ابني، انا عدها دكتور. انا مش فاهم الحته دي. يعني 3 انا يعني ايه مش فاهم الحته؟ انهي حته اللي مش فاهمها؟ هي اخر حاجه ثيرد ديجري. الثيرد ديجري يا جماعه العيان عنده البيهات اكتر من كيو ار اس كومبلكس، يعني في اف ديسوسيشن. اف ديسوسيشن يعني هاي جريد اف بلوك. حلو. يعني الاتريم بيضرب لوحده والفنتريكل بيضرب لوحده، دي هاي جريد اف بلوك. الهاي جريد اف بلوك دي بتبقى ليه يا اما موبتس تايب 2 يا اما كومبليت هارت بلوك. الموبتس تايب 2 بيبقى كيو ار اس نارو،
يعني اقل من 3 مربعات صغيره. الكومبليت هارت بلوك يبقى الكيو ار اس كومبلكس وايد اكتر من 3 مربعات. هنا لو انت عديتي كيو ار اس من اول الكيو اهو، ادي مربع اهو صغير، ادي الثاني، ادي الثالث، وثلاثة ونص لحد هنا اهو. ما هو ده كان عايز فيزيكال عشان ابقى جايب الاي سي جي وانتوا تشوفوه بايديكم. وبعدين ده كيو ار اس باين قوي ان هو وايد يا جماعه. خلاص، على العموم احنا كده كده عندنا اوفيس اورز ونقعد نتكلم فيها تاني، اللي عنده اسئله او ممكن اجي لكم انا اديكم حاجه فيزيكال. دكتور هنا في ار في النورمال في الثيرد ديجري، الثيرد ديجري في الكومبليت البي ار انترفال تبقى نورمال؟ لا ملهاش في، لا ملهاش علاقه خالص. البي ار انترفال ممكن تبقى، بص هنا بص البي ار هنا قد ايه وهنا قد ايه. المهم ان عدد البيهات اكتر من الكيو ار اس، ففي ده معناه ان في ايفيديسيشن. حلو. طيب لو لقيت الكومبلكس نارو يبقى ده سكند ديجري هارت بلوك موبتس تايب 2، لو هو وايد يبقى ده كومبليت هارت بلوك. يعني ليه كومبليت هارت بلوك بيبقى وايد؟ لان الايفي نود ما بتضربش خالص، واللي بيضرب الهيزبركنجي تحت، فبتبقى في فينتريكل اسرع من الثانيه، فالليفت باندل بيضرب اكتر من بيضرب قبل الرايت باندل، فبيحصل ايه؟ وايد كومبلكس. دي اللي احنا شرحناها في الاول. تعالى بس نشوف السيمتوماتولوجي وبعدين نرجع لمرجوان. السيمتوماتولوجي العين اللي عنده برادي اريزميا يجيله ايه؟ يا اما هايبوتنشن، يا دراوزنس، يا سينكوب، يا شيست بين لو عنده اندرلاين اسكيميك هارت ديزيز. خلاص، يعني العيان اللي عنده اسكيميا في الرايت كورونري ممكن يجي لك ببرادي كارديا، يبقى جاي له شيست بين وعنده برادي كارديا. مش الشيست بين هو اللي مدخله في البرادي كارديا، لا، الاسكيميا عامله له اس اي نودال ديسفانكشن واي في نودال ديسفانكشن، فمدخله له ايه في برادي كارديا. طب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده هقول لك دلوقتي حالا ايه، بس بعد الانفستيجيشن. الاي سي جي في الانفستيجيشن في هارت بلوك، اي سي جي وهولتر وايكو وكورونري انجيو عشان لو في اسكيميك هارت، وسيرم بوتاسيوم عشان هايبركاليميا، وثايرويد فانكشن وكيدني فانكشن عشان لو في رينال فيلير او هايبوثايرويدزم. الدراج هيستوري از مانداتوري تو اكسكلود اي في بلوكرز والانتي اريزمكس، لان انت ممكن يكون العيان عنده برادي اريزميا نتيجه ان هو بياخد مثلا بيتا بلوكر هاي دوز. طيب احنا ليه بنتكلم في ده؟ التريتمنت اوف برادي اريزميا، ستوب الاوفندنج دراج، عالج الاسكيميا، مانج الهايبركاليميا، ادي فلويدز، ادي اتروبين از ا بريدج تو ريكفري في الهاي جريد اي في بلوك. طيب انا جالي دلوقتي عيان عنده كومبليت هارت بلوك يا اولاد في الاستقبال، حلو، عيان عنده الهارت ريت 30 ووايت كومبلكس وفي اي في ديسوسيشن، كومبليت هارت بلوك معايا، هعمل له ايه؟ بالظبط كده، بالظبط الاميرجنس، لو بياخد دراج يوقف ولا تصحي نجم برنس، ده لازم تخش يركب تمبوراري بيس ميكر. حلو، تمبوراري بيس ميكر ارفع له بيه الهارت ريت فالضغط بتاعه يقوم. طب هركب له تمبوراري بيس ميكر واركب له ثاني يوم بيرمننت، ولا استنى قد ايه على بال ما اركب له البيرمننت؟ واستنى ليه؟ ممكن الساينس بعد كده ترجع تاني نورمال، الهارت ريت إيه؟ بعد كده الساينس تيجي بعد كده تشتغل تاني. بالظبط، انا بقى بقعد 48 ساعه سيرشنج فور ا ريفرسبل كوز. ريفرسبل كوزز اللي هي ايه؟ الاسكيميا، الهايبركاليميا، بياخد دراج اوفندنج دراج اعمل له برادي اريزميا، هوقف البيتا بلوكر والكالسيوم شانل واللانوكس ان اللي بياخده، واستنى 48 ساعه رجع نورمال خلاص سيبه يروح. اطمن على السيرم بوتاسيوم، لقيت السيرم بوتاسيوم 7 ما لازم يغسل يعمل هيموداياليسيس عشان انزله، لو نزل والهارت ريت رجع نورمال خلاص همشيه مش هركب له بيرمننت بيس ميكر. طب افرض العيان ده عملت له كورونري انجي لقيت الرايت كورونري مقفول، فتحته ورجع ساينس نورمال والهارت ريت نط بقى نورمال، خلاص فانا بستنى 48 ساعه تو سيرش فور ا سكندري كوز فور برادي اريزميا. طب افرض ما لقيتش، يبقى انا ابتديت تمبوراري بيس ميكر بريدج تو از ا بريدج تو ريكفري فور 48 اور اف ذير از ا ريفرسبل كوز زي الاسكيميك هارت والهايبركاليميا. افرض ما لقيتش سكندري كوز، ده الكلام ده بستناه في الموبتس تايب 2 والكومبليت هارت بلوك. يعني انا لو عيان موبتس تايب 1 ولا سانس براديكارديا ولا 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 فيرست ديجري هارت بلوك ما بركبش تمبوراري بيس ميكر ولا بيرمننت، انا ما بركبش غير في الهاي جريد اف بلوك اللي هم الموبتس تايب 2 والكومبليت هارت بلوك. طب استنيت 48 ساعه وما لقيتش ريفرسبل كوز، اعمل ايه؟ هركب بيرمننت بيس ميكر. شكل البيرمننت بيس ميكر اهو، بتحط كده سبكوتينيوس ويخش ليدز من السبكليفيان، واحد في الرايت اتريوم واحد في الايه في الرايت فينتر. طب انا ليه بحط تو ليدز يا اولاد ما بحطش واحد بس؟ ان شاء الله واحد صدع. لا
لا انت ده انت اللي مصديات ده انا هاجي اضرب هعضك انا هاخد اسمك وهنقصك درجتين كان التو اتش بي مع بعض مثلا ولا ايه ايوه عشان يحصل سينكروني ما يحصلش اي في ديسوسيشن عشان الاتريوم يضرب وبعد ما يخلص ضربته الفنتركل يضرب ما ينفعش الاثنين يضربوا مع بعض يعملوا اي في ديسوسيشن يبقى انا بحط ليد في الاتريوم وليد في الفنتركل عشان ما يحصلش اي في ديسوسيشن فهمتوا دي معلومه بس ليكم مش لازم تبقى فاهمها قوي بس يعني انا بحط ليد في الاتريوم عشان اعمل تايمينج للاتريال كونتراكشن فالفنتريكل ما يضربش ديورنج الاتريال كونتراكشن ما يبقاش في فنتريكلر كونتراكشن مع اتريال كونتراكشن انا خلصت خلاص على فكره طب دكتور هي الليدز دي بتدومينيت الكهرباء اللي جايه من الاس اي نود والاي في نود والبندل هو في كهرباء اصلا ده عنده كومبليت هارت بلوك تمام هو ما فيش كهرباء اصلا في حد عنده اسئله دكتور 3 دقايق اسئله عشان عايز اصلي المغرب واروح العياده دكتور الكومبليت هارت بلوك الكومبليت هارت بلوك دوت ممكن يبقى في بندل واحد بس ويبقى اسمه كومبليت بارت كومبليت يعني في الهث قبل يعني ما البندلز تقفل او يكون في الرايت والليفت بندل مع بعض تمام تمام طب دكتور ممكن يتزل ازاي في حاجه زي دي يعني في ليكتشر اي سي جي نوت ولا هجيب لك اي سي جي زي ده بص اهو دكتور هو موضوع الاريثميا مش زي ده كتير قوي يعني هو ممكن نذاكر من المحاضره والكلام يعني اللي حضرتك زودته كده ولا مضطرين نفتح يعني بقى انا مش هسالك دي محاضرتي وانا بحط اسئلتها ومش هطلع هي الاي سي جيهات دي وهي الاسئله اللي انا بقولها هيجيب لك اي سي جي زي ده اهو إيه. سؤال اهو بغششه لك اهو وهقول لك ان الراجل ده ضغطه 70 40 الفيرست او اول حاجه هتعملها له ايه بيس ميكر تمبرري بيس ميكر بس لو انت ما كتبتش temporary pacemaker يبقى انت مش فاهم ان ده هارت بلوك ومش فاهم ان ده emergency تمام دكتور احنا مش علينا البندل لو انا حطيت لك بقى temporary pacemaker وحطيت لك على طول immediate permanent pacemaker وحطيت لك IV fluids هتختار ايه temporary pacemaker immediate permanent pacemaker IV fluids هتقول ايه temporary الحاجة التانية اللي ممكن تعملها في الاستقبال لو انت ما عندكش temporary وتبقى صح وحسب لك صح لو قلت لي انه هو ياخد اتروبين لان انت لو اديته اتروبين بتبلوك الفيجال نيرف فبتخلي السيمباثاتيك وركينج ان اوبوزد والسيمباثاتيك يعلي لك الهارت ريت فهمت؟ temporary اتروبين يبقى اتروبين بريدج في حاجة اسمها temporary اتروبين ياض temporary pacemaker يا اتروبين يا ده يعني اه بالظبط طب دكتور البندل برانش بلوكس مش علينا صح لا سيبك من البندل برانش بلوك دلوقتي الا لو انتوا خدتوها في الاسكيميا هي ليها اهميه في الاسكيميا طبعا ليها اهميه في الاريثميا بس انا مش هديكوا بالسكوب العالي ده انا على فكره كل اللي انا قلته ده قشر الاريثميا تمام يا دكتور دكتور ممكن ناخد المحاضره طيب هبعتها لكم دلوقتي هبعتها لمحمد مقرر الدفعة على الواتساب ماشي حد عنده اي اسئلة لا تمام شكرا يا دكتور لا السلام عليكم مع السلامة